مشاهدينا الكرام، جمهورنا رياضي، اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج حكي بالون على قناه البلاد. ساعه ونصف من الزمن الحين بعدوا فيها على البوليتيك ونحكيو غير على البالون وعلى كره القدم الجزائريه. الحين نتكلموا في عدد اليوم على الديربي العاصمي بين اتحاد العاصمه ومولوديه الجزائر والاحداث التي صاحبت هذه الديربي. نتحدث عن استقاله عادل عمروش في وقت حساس، يعني قبل مباراه الموسم بالنسبه لمولوديه الجزائر. سنتحدث في ركن المدرجات عن اتحاد الحراش، اما في ركن ضربة حرة سنتحدث عن قسم الهواة ومباراة جمعية الخروب واتحاد الشوية وقضية الحافلة. كالعادة سنتحدث أيضا عن التحكيم في ركن صفر مليح مع الدكتور بشاري. دون إطالة مشاهدينا الكرام، يحضر معنا في عدد اليوم الإعلامي كامل مهدي. مرحبا بك كامل. شكرا لك وليد على هذه الاستضافة. شكرا لك. كما يحضر معنا محلل قناة البلاد المدرب زهير جلول. مرحبا بك زهير. مرحبا بك وليد. مشاهدينا الكرام، ضيفي عدد اليوم، نبداو نرحبوا برئيس اتحاد الشوية السياحي. مرحبا بك. شكرك مع الاستضافة. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كما يحضر معنا مدرب اتحاد الحراش شريف حجار. مرحبا بك وشكرا على تلبيتك للدعوة. السلام عليكم. شكرا لتلبية الدعوة وسعيد بتواجدي معكم وخاصة مع خالي يحيى. شكرا لك شيخ شريف. كامل المهدي كما قلت لك نبعدوا على البوليتيك، الناس يتبع غير واش كاين سياسه. نحكيو شويه على البالون والحادث الابرز هو الدربي العاصمي بين مولوديه الجزائر واتحاد العاصمه، لكن ربما قبل ما نتحدثوا على الدربي لازم نتكلموا على استقاله عادل عمروش. نتبعوا هذا التقرير للزميل عادل ياسف ونواصلوا النقاش. قبل ساعات قليله عن انطلاق موعد الدربي العاصمي، ها هي رياح التغيير تضرب بقوه لتهز بيت العميد بتقديم عادل عمروش استقالته لقاسي السعد. خرجة التقني بطلاق قمرة العميد في هذا الوقت بالذات لم تكن سوى نتيجة الخسائر المتتالية للفريق والتي انحصرت بين مباريات البطولة الوطنية ومنافسة كأس الجمهورية، الأمر الذي زاد الطين بلة وعكر صفو الأجواء بين المستقيل عمروش والمدير الرياضي قاسي السعد، غير أن الأخير أثبت العكس وأكد أن استقالة التقني كانت لأسباب صحية. بيت المولودية وقبل انقضاء العد التنازلي لمواجهة الديربي العاصمي أسند مهمة قيادة العارضة الفنية للمدير الرياضي للفئات الشبانية محمد ميخازني رفقة المساعد مراد سلاطني بشكل مؤقت، ريثما يماط اللثام عن اجتماع المكتب المسير ليكشف من خلاله عن هوية المدرب الجديد. رمي عادل عمروش المنشف قبل جولات قليلة عن نهاية الموسم الكروي، هل سيوقظ اللاعبين من سباتهم ويقضي على التكتلات التي حرمت العميد من التتويجات؟ شكرا للزميل على هذا التقرير كامل المهدي. نبدا معاك، كنا حابين نحكيو على الديربي، لكن قبل ما نحكيو على الديربي الحدث الابرز هو استقاله عمروش، يعني في وقت حساس. واحنا في الاعداد السابقه في برنامج حكي بالون كنت معنا تكلمنا وهدرنا بزاف اللي كاين مشاكل في مولوديه الجزائر، كاين يعني تيار ماهوش يمر بين عادل عمروش وبين اللاعبين، وحتى يعني المعلومات اللي عندنا انه عادل عمروش يعني في صبيحه يوم امس كانوا عنده يعني تلاسن بالكلام مع اللاعبين. طبعا قبل الحديث عن عادل عمروش وتحليل المدرب الناجح والمدرب الفاشل، هل هذا المدرب عادل عمروش الذي يملك شهادات عليا ونجح حتى في افريقيا وحتى كانت عنده تجربه مع منتخب ليبي، نقول مدرب فاشل او نقول ناجح؟ نعطيك مثال اسقاط. هل نقول شريف حجر الذي صعد مع جمعيه امان الميلان الموسم الماضي ويلعب من اجل تفادي سقوط رفقه اتحاد الحراش هو مدرب ناجح ام فاشل؟ هل نقول عزيز عباس الذي سقط باتحاد الحراش وسيصعد هذا الموسم بنجم مقره هو مدرب فاشل ناجح؟ نقول لك لا، ما فيش مدرب ناجح وما فيش مدرب فاشل، فيه محيط وفيه لاعبين وفيه طاقم مسير هو اللي يعطي الادوات لزوتي المدرب باش ينجح وباش يفشل. اعتقد انه مشكله عادل عمروش هي مشكله تصريحات ناريه بدات مع الوسائل الاعلاميه مع الصحافه، اكيد خليها لي، وجات مع التصريحات الاخيره عندما قال بالفعل انا لا اعرف ماذا يحدث في بيت المولوديه. ما يحدث في بيت المولوديه وجود لاعبين يعني الجدروا يعرفون المحيط جيدا، سواء مع الانصار، مع الخلاطين، مع المسيرين، مع الوسائل الاعلاميه، مع بعض الزملاء في تعاملات ايضا مع بعض الزملاء. لذلك اعتقد انه القطره التي افاضت الكاس وربما ادخلت
عادل عمروش في سلسلة نتائج سلبية أو في جدار خلينا نقولها باللغة العامية في الحياة هي عندما أبعد رفيق صيفي. لا يمكن أن نجزم اليوم بأنه لرفيق صيفي تأثير كبير لبعض لاعبي المولودية وحتى تأثير كبير لبعض الأنصار المؤثرين الذين يؤثرون على محيط فريق مولودية الجزائر. أعتقد أنا قلت لكم في هذا البرنامج وقلت حتى في الإذاعة قلت إبعاد رفيق صيفي يعتبر سيف ذو حدين في هذا الوقت بالذات على عادل عمروش أن يتريث. زد على ذلك عدم اللاعبين بعض لاعبي المولودية أو الكوادر الذين عملوا مع عمر غريب وعملوا مع كمال قاسي السعيد ثم ما زالوا مع كمال قاسي السعيد هذا الموسم هم نفس اللاعبين الذين يتحكمون اليوم في محيط مولودية الجزائر ويتحكمون في مصير أي مدرب. أنا أقول لك عادل عمروش لم يفشل مع مديرية الجزائر كمدرب من ناحية التقنية ومن ناحية الشهادات العليا. اللي فشل أنه بعض اللاعبين للأسف هم الذين يقررون مصير مدرب في أي فريق. كان هذا رأيك نزيدوا نسمعوا رأي طبعا. زهير جلول هل تشاطروا الراي؟ هل تشوف انت باللي سي عادل عمروش كان ضحيه تاع لونتوراج ديالو ولا تشوف باللي هو السباه واللي ربما ما عرفش كيفاش يتعامل مع اللاعبين ما عرفش يفرض شخصيته منذ البدايه؟ شوف انا نشاطروا نوعا ما في الكلام تاعو سي كمال لان اليوم احنا نتكلموا دائما المدرب الناجح تاعو او عدم النجاح تاعو هو المحيط. انا نشاطروا الراي لان اليوم المدرب باش يقدر استادير يعمل بكل نزاهه ويعمل بكل راحه لازم لونتوراج تاعو يكون سان، لازم يكون لازم يوفروا له كل الامكانيات اللازمه وخاصه المحيط تاعو باش المدرب يقدر يعمل ويقدر يطور اللاعبين تاعو ويقدر يفرض الانضباط تاعو ويفرض العقليه تاعو ويفرض الفلسفه تاعو. لان المدرب اليوم هو كما يقول لك هو راس الحربه لو كما يقول لك لو مو يجيش. دونك ولهذا انا نقول اليوم عادل عمروش المحيط اللي كان عايش فيه لان اليوم المولوديه الجزائر فريق عريق وفريق كبير ما يتكلملكش الا بالنتائج وما يتكلملكش الا بالتتويجات وما يتكلملكش الا خاصه الدربيات. تتلعب اليوم مع وفاق سطيف تخسر مباراه او تلعب المباراه اللي راهي مبرمجه مع اتحاد العاصمه او مع اي فريق لازم كما يقول لك الانصار يطالبوا دائما بالنتائج. ولهذا وما يكونوش عندك كما يقول لك لي زوتي نيسيسير سيتادير اللاعبين ما يتمشاوش مع التيار تاع المدرب واللاعبين والطاقم الفني ما يتمشاش والفلسفه والعقليه تاع المدرب راح يكونوا فيه كما يقول لك ثغرات وراح يكون فريق ما يكونش منسجم وفريق ما يكونش ينبض بقلب واحد. ولهذا انا انظر المولودية الجزائر وصلت لهذه الوضعيه خاصه لان زهر انت تقول باللي الانصار باش نزيد نسال شريف حجار هو ثاني مدرب وربما راح يعطينا النظره ديالو. انصار مولودية الجزائر كما على بالنا بالنسبه لهم مباراه الموسم يقول لك نربح مباراه الديربي مع اتحاد العاصمه وما تهمني لا شامبيونا لا لاكوب. هل من حق المدرب اليوم عادل عمروش على الرغم يعني كما المهدي وقالوا ربما المحيط تاعو هل من حقه اليوم يرمي المنشفه في هذا الوقت؟ اولا يعني شكون الاخ كمال تلخيصه يعني المشكل الحقيقي تاع مولودية العاصمه من حقه يعني ولا يرفض ولا يقعد يعني السي عمروش يعني السي عمروش اللي جا مولودية ما جاش يتعلم في المولودية ماهوش اليوم اللي بدا التدريب تاعو جاي مد الاضافه المولودية. ولكن كما قال كي ما تكونش الظروف ملائمه كي ما يكونش الجو ملائم يعني سواء اللاعبين ومسيرين يعني نعرفوا باللي كل الضغط احنا رانا مدربين نعرف كل الضغط على المشاكل تاع الفريق كل شيء تنحط على المدرب على الاخفاق ولا هو يخلص كل شيء يخلص يعني كل المشاكل تاع الفريق سواء بين اللعبة او المسيرين شكون اللي يتحمل لكل الانظار دائما سواء الانصار او المسير اللاعبين دائما الانظار متجهه نحو المدرب. ونعرف بلي المدرب هذا عمل مستحيل وعمل يعني خدمته باش يتكون فريق كبير وحتى هو حتى هو يعني الى ديكلاري كو مانيش فاهم واش يصرى في هذه المولودية. دونك كاين يعني كاين هناك مشاكل داخليه لذا السي عمروش نقول فضل يعني الخروج من المولودية بدون ما يعني الخروج يعني باش ما يكونش كل الضغط عليه ويتفضل الخروج مولودية باش. اما من المقابله تاع الديربي يعني صحيه والديربي كل الجميع يستنى فيه سواء الجمهور المولودية واليزمه ولكن نقول باللي في هذه الظروف شويه المولوديه راهي في متازمه شويه في هذه المشاكل تاعها.
ولكن نتمنى ان شاء الله ثاني كان مخازني اللي معروف ثاني سواء الفئات الصغرى او يعني المال الكبير. لكن المهم ماشي حال تكون عليها سهله حتى القبول الاستقلال قبل ما الاستقلال قبل ما نجي السيد عبد المجيد يحيى، حتى انه كان كما القاسي سعيد وكانه كان ينتظر هذه الاستقاله، يعني كانت امور تطبخ في الخفاء. قبل ما نتكلم بعد القاسي سعيد واش قال اكيد بعد يعني ربما قال فقط بعد التصريحات تاع عادل عمروش امر منتظر تلاشون تاع لاعبين، يعني ما بقاتش علاقه انه المدرب يبقى مع لاعبين، لكن هذا لا يمنع انه عادل عمروش يتحمل جزء من المسؤوليه وفي اخطاء وقع عليه. معلش نزيدوا نسمعوا القاسي سعيد المدير الرياضي لمولوديه الجزائر في تصريحاته في لقناه البلاد، نتابعوا واش قال القاسي سعيد. حي الشعب الجزائري وخاصه أصل مولوديه الجزائر، ونحيي متتبعي قناه البلاد. حقيقة المدرب عادل عمروش كان عندي اجتماع معه اليوم، وكان صرح لي وكان قال لي بلي ما راوش قادر يكمل لأسباب صحية، لأنه الطبيب كان نصحه باش ياخذ راحة مدة طويلة، وإحنا ما دام الإنسان راه مريض ماهوش قادر يكمل معنا، إحنا نتمنوا له شفاء العاجل إن شاء الله، وربي يوفقه في مشوار المستقبل. الان الفريق باش ما يبقاش يعني الطاقم الفني يكون ناقص، دعمنا الطاقم الفني بمخازني اللي هو المدير الرياضي للفئات الصغرى مستوى مولوديه الجزائر. لا يعني احنا كنا تكلمنا باللي راح الاداره راح تدعم بلاعبين قدامى، راح تدعم بناس اللي يقدروا يجيبوا اضافه للفريق، ونحاول انه ما نختارش الاختيار، ولهذا نستنى. احنا عندنا الوقت الان، رانا راهو الفريق راهو راهوش في مرحله خطر. صحيح انه ضيعنا الاهداف اللي كانت مسطره، ونتاسف للاعصار تاعنا، لان كنا حابين نفرحوهم. الفريق راه يكون عنده شان كبير في السنوات المقبله، وان شاء الله راح تكون فيه عارضه فنيه تكون على مستوى عالي اللي تقدر تقود هذا الفريق الكبير هذا. بلا ما لما تلحق مباراه تاع الدربي نعرفوا الانصار تاعنا كيف حيكون التصرف تاعهم، ان شاء الله يوقفوا مع الفريق تاعهم ويشجعوهم اخر دقيقه ان شاء الله. ونتمنى نوعدوهم ان شاء الله راح يكونوا فوق الميزان، يعني يكونوا يفون فوار ديزون فوق التيران ان شاء الله. اذا كان هذا تصريح المدير الرياضي لمولوديه الجزائر قاسي السعيد، نحييه في هذه المره لانه ما طفش تليفون، يعني قبل اللي يواجه ويعطي تحليلات، مع انه يعني ما ظلمش عادل عمروش وقال لي اسباب صحيه. انت يحيى يعني قبل ما نسالك كبريزيدون متابع كره القدم الجزائريه، تعرف حجم الدربي العاصمي وتعرف حجم مولوديه الجزائر، لو كنت مكان يعني الرئيس قاسي السعيد كيفاش تتعامل مع هذا الظرف في وقت حساس تجيك استقاله من المدرب؟ ولم بسم الله الرحمن الرحيم، هي قضية مولودية العاصمة من ديبي دو سيزون، سينو ما راهمش في هذا زوز مدربين ولا ثلاثة. أولا أنا يظهر لي مولودية الجزائر سي أن بروبليم دو جيستيون، لازم لها أن نوم تري فور، لأن ما في حالات كيما هذه يجيب المدرب اللي تحب، ليفريها لو إمام وعطيها واش راح يقدر يدير المدرب. أنا ليبوك صرات لي نفر كيما هكا، كان مع الشيخ كرمالي، خسرنا كوب دالجيري مع لونتونت، عيط لي الشيخ كرمالي قال لي لا سوليسيون، قلت له لوتيل، من هنا من ستاد ديريكت لوتيل، وعندنا ماتش اليكستيريور نلعبوا المانتيان كونتر ليكيب دو لويا سامابي، كان دوزيام ان ديربي، قال لي واش راي، قلت له الشيخ بروبوزي لي نقول لك واش نديرو. قال لي لي ناف تيتولار اللي لعبوا في لافاي دو ماتش انا ما نحبهمش. قلت له انا معاك، انا بعد هذه هي العقليه تاعي. لي ناف جوار درنا ريونيون، لي ناف تيتولار حاني شاد اون برومي ليو غارديان، او سي با دي نيمبورت كيل جوار. قلت له شوف درك نتفاهموا، لي ناف جوار جبتهم للبيرو. كاش اللي سال لي يتفضل. بن مساحل يريد إديرام عكريش، الناس اللي كلاب يجريوا عليهم باش يديوهم. روحنا للبيرو قلت له لي سالي تفضل. يا شيخ طيح لي كيف، قلت له طيح ما طيحوهاش انتوما. قلت والله لا تكتب عليكم الطياح انتوما. جبت لي زيسبوار العشيه درنا لو ريست دو ليكيب افيك لي زيسبوار، هزيناهم
3 جور في لوتيل ريغروبي. قلت للشيخ كرمالي واذا ما عجبولكش هذو سرح، اللي ما عجبلكش نفض جيب لي جون، انا نطيح نطيح بشرف. دونك اون ابري لا ديسيزيون قدا تكلاسينا، وراليزما في الريتور دوزيام في لو نومبر دو بوان. وراليزما كون جينا برومي، كون جينا عندنا شويه لي بوان كنا نديو الشامبيون قبل ليزما. يعني تشوف مشكلة تاع مولودية الجزائر هو مشكلة السير، جيب المدرب جاب، شوف جيب المدرب، جيب اللي تحب، باسكو هذا لي جوار الشيوخ يعرفوا بيان لي جوار، هذو لي جوار، لي جوار تاع مولودية ولا بصفة عامة؟ تو لي جوار اون الجيري هما اللي يسيروا لي كلوب، عنده الحق. تملك معاه، انا نوافق سي عبد المجيد يحيى، اليوم لي جوار هما اللي يقرروا مصير اي مدرب في اي فريق. انا نقول لك غدوة ان شاء الله الماتش راح تشوف مولودية ديفيرون كاع تحير، تقول هذه المولودية تاع دوبي سيزون، هذه المولوديه اللي خلصت مع لونطون. هذا اللي قالوا قاسي الساعي، راح تشوف نيفو، راح تشوف نيفو واحد اخر، عقليه واحد اخرى، رونضمون واحد اخر. كي يحبوا يلعبوا يلعبوا، وكي يحبوا ينحوا المدرب ينحوا المدرب. دوك اليوم قضيه كما قال لك مشكله المولوديه ماراش منحصره في عادل عمروش، هو يتحمل جزء من المسؤوليه، يتحمل مسؤوليه ايضا في بعض النتائج، ولكن ليس لوحده. انا نتحدث عن طاقم مسير ونتحدث عن لاعبين، يا ناس كاين لاعبين في مولودية الجزائر مدة الصلاحيات تاعهم انتهت، واش يحدث في غرف تغيير الملابس يعاودوه للمعارضة. لازم كمان قاسي سعيد يفهم هذا الشيء، هو أدرى ما يحدث في مولودية الجزائر. اليوم هذا اللي شيف لهم يخرجوا، الكلام اللي راه في لي بيستيار، الأمور اللي داروا في لي رينيون، اللي واش راهو يصرى في الطيارة، واش راهو يصرى خارج لي زوتيل، واش راهو يخرج خارج لي زونترينمون. سي لي جوار، كالكو جوار في مولودية الجزائر عندهم تأثير. انا اقول لك بغض النظر انه حتى ميخازني هي فرصة له، ايضا هو كفاءة لابد، هي فرصة له لكي يثبت نفسه كمدرب. كما كانت الفرصة له في عمروش في وقتها، كما كانت للمدربين الاخرين. ولكن انا اقول لك شكرا كمان نولي لشريف حجار، انت راك مسؤول على فريق عارضة الفنية تاع اتحاد الحراش، اكيد يعني طحت في مواقف مماثلة. انا حبيت نسقسيك يعني كمدرب، هل المدرب اليوم يستنى لونتيوراج تاعو يتسقم وحده ولا هو اللي يصنعه؟ اول حاجة يستنى المدرب وهو المسؤول الاول، لازم يكون كما قال يكون درقاز، لازم يحكم، لان اول المسؤول كما قال خالي لازم يكون الرئيس عنده كما نقول شجاعه، عنده القوه اللي يتحكم في المجموعه. اذا ما لقاش يعني الرئيس اللي عنده شجاعه واللي عنده القوه باش يتحكم المجموعه، حتى المدرب يلقى صعوبات، سواء المسيرين سواء مع اللاعبين. نعطيك مثال، مثال يعني في الثوره هناك رجل واحد قوي ليسير الفريق وهو سي محمد الزرواطي. يعني ان انفور في الثوره، هو اللي ديسيدير، هو اللي يحكم. اسكو عنده هاد المشاكل في الثوره؟ ما كانش، ما كانش. اما في المولوديه، لان قاسي سعيد ماهوش هو المسؤول الاول والرئيس الاول، هو مسير. سي بور سا يعني الصلاحيات تشوف انت قاسي سعيد موظف، ما عندوش يعني بكل احترامي ليه، يعني ما نقولوا باللي استام بو ماناجير او نيفو ديكيب، ولكن اللعاب ما عنده ما لا يخاف، ما يخافش. قاسي سعيد ما كانش مسؤول، ما كانش مسؤول اول. يعني الفريق بدون رئيس ما يمشيش. زهير عطينا رايك. شوف انا سمعت الكلام تاع سي حجار، مي كاين اشياء ما لازمش نخبيوها. اليوم باش المدرب يكون محمي لازم تكون عنده ستادير اون ادمينستراسيون قويه، ويكون عنده بريزيدون قوي اللي يحميه ويمشي معاه، بصح ما لازمش يدخلوا الصلاحيات. فهمت؟ سي سا لو مور كيفو اجوتي، باسكو اليوم انت تجيب مدرب وتحميه. اليوم اي مدرب، شوف احنا نتكلموا على المستوى العالي، اليوم نروحوا لريال مدريد، كاين دي جوار اللي انت تقول هذا اللعب امبوسيبل واحد يدنا له، يحكموا المدرب يحطوا دكوتي، مي بصح ما تلعبش ما تلعب، مي بصح نو مي بصح اللي سانكسيوني، مي ما كاش انت تشوف انت يا بريزيدون تاع ريال ما يقولوا على ما تلعبوش على ما تدخلوش. لكن في الجزائر وقتاش نوصلوا لهذا المستوى؟ وقتاش لازم الذهنيات تتغير والذهنيات تاع المدربين، باسكو كاين المدرب اللي يخليك تمشي له في الامور تاعو. احنا اليوم باش احنا نعطيو مثال المولودية الجزائر، المولودية الجزائر اليوم باش انت تنحي هاد اللاعبين ولا هاد اللاعبين كما قال سي كمال اللي عندهم لي راسي نتاعهم ويديروا مشاكل، اسكو عندك انت فئه شبانيه؟ اسكو عندك انت يا لي ريزيرف يقدروا يديروا لو يتكلم عليهم؟ ما كاش. وتحداك نتحداك تطلع واحد ولا زوج يقدروا يزعزعوا الجوار هذا. سي في اكسبري، سي في اكسبري. نعطي دي تي اس، دي تي اس تاع المولوديه شحال متغير من خطر،
وين راه الاستقرار؟ على بالك لا فورس دون ايكيب سورتو اون ايكيب سي لي ريزيرف والاهم من هذا لا يعني لا اسمح لي لا لا سي لي ريزيرف اي لا ستابيليتي الاستقرار الاستقرار او نيفو دي جون او نيفو دي ستاف تكنيك اليوم نتايا اليوم راح سي عمروش ما كانش مشكل اليوم شكون اللي خلفه؟ خلفه السلاطني وبصح بصح وراه لا كونتينيتي وراه الستاف اللي كان من قبل اللي كان هو يعمل دونك طونك يا هذا لو شونجمون راديكال اللي عمرها ولا تسقم. شكرا زهر يعني الموضوع هذا لازم له الوقت بزاف نبقاو في الدربي العاصمي معليش نبدا معك الشيخ يحيى عندك اضافه؟ انا عندي اضافه تفضل باختصار الحاج منصور الحاج منصور الفلسطينيين كي جبتوا 93 94 ستاد كامل يعيط على منصور ما نحبوهش لان ما لي جوار قالوا لي السيبورتر ما نحبوهش على واش على ديسيبلين على الخدمه واش يديروا واش يحبوا باش لي جوار يديروا رايهم يرقد يخرج جوار من لادوش من لادوش يخرج جوار دماغه ماهوش شايح يعطيها من 2000 دينار يخرج بلي بدون حاشاكم الاخر يعطيه واش دينا ضربت قلت لهم يا هو يبقاو دينا به التيتر شكرا يحيى يعني باش ما نمشيو في الفول لابوني المدرب باش يقدر يدير على الدربي معليش انا ماذا بيا نتكلموا على الدربي هو يتكلم واش حبيت الشيخ يا اخي يحيى واخيرا يعني الدربي بعد كلام كثير هل سيلعب ولا ما يتلعبش راح يتلعب الدربي العاصمي توقعاتك النتيجه في ظل هذه المشاكل والله ست ماتش اللي ما تقدرش دابور ان اكزيست بلي دو دربي في الجزائر لي جوار كل واحد من المغرب واحد من تونس واحد من بكري من ليبيا واحد من 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 البواغي واحد من البيضه واحد من ايه بكري لي ديربي سي لي جوار دو ام سي سي دي جوار دي كرو بالك هاد لي في سي دي غران بالك تشوفوا هو يعني عنده القلب خير من لي جوار واحد اخرين لا تقدر اسمح لي ايه راهو ديربي اونتر لي سيبورتور مي دون لو تيرا صدر كي نقولوا ديربي سي دي جوار يعرفوا بعضاهم بكري باب الوادي يعرفوا بعضاهم بولوغين غدوه ندير تلقى تاع السياربي تلقى سي دي ميم دي جوار سو تاكين باللي ونغلبوك غدوه يخلقوا هذيك الحماس ويجيو لي جوار يزيدوا يسخنوا لي سيبورتر يسخنوا لو ماتش درك سي تا ماتش ادمنستراتيف انا نسميه مقابله اداريه مقابله بين لي دو زيكيب اي لا غالري واش راح تمد لا غالري ليزما بوتيت راهم شويه كلاسيين اتسترا اتسترا مي سينون فرغوهم الجو تاعو كيما قال لك انا دي فوا بن شيخ كيقول له ام سيها ما عندهاش دي جوار انا نعطيه وما يحكموش ولادهم انا وعندي جوار اليوم لام سيها هاو عندي ستاني سبور تيشو هاو عندي في اتحاد شويه تيتيلر هذا هو البروبليم بالك يجي نهار يعاودوا يحبوا يشريوه بالدراهم فوالا كيما هي وصرات وصرات شريه بالسوارد ومن بعد يشوفوا عندي يقول لي كيفاش تبدل هذا والله ها قلت لهم درت له موتور جديد اليبوك مجوج مجوج عطاوه لي السياسي والطويل فريد طويل عطاوهم لي ليكيداوهم كي ديت مع مجايزه وبكا ورجعتهم له هذا كاع مشكل اي فوالا كمال سير شوف لامسيا لازم لها دو كرون ديريجون شكرا لك كمال الدربي العاصمي يكونوا يعرفوا حتى يعرفوا شويه خبايا تاع لمسيه الدربي العاصمي في بعض الاحيان لما ما يوفيش يعني بالوعود ديالو في ارضيه الميدان في المدرجات نشوفوا حاجه واحده اخرى تاع على بالك كاع واش راهو صاري في الجزائر هل الدربي العاصمي هذا حيفلح ربما يدخل شويه الفرحه في قلوب الجزائريين نو اعتقد انا اشوف من الجانب التقني فني نخلوا الناس المختصين في هذا المجال هما اللي يعطونا التحليل تاع المباراة من خلال التشكيلتين من خلال النتائج الأخيرة، هناك إعلاميين تحدث بلغة معطيات، لغة المعطيات تقول أنه راح نشاهدوا غدا مولودية أخرى، مولودية تنتفض مع النتائج السلبية وكما قال لك لقاء تاع إدارتين. أي تعثر غدا لمولودية الجزائر يعني بنسبة كبيرة إدارة المولودية بقيادة كمال قاسي سعيد ستغادر، أنا أقول لك دربي هذا هو دربي الموسم. أي تعثر لاتحاد الجزائر اللي عنده أي خرجات القسنطينه للسطيف الجياسكا بمعنى اللقب راهو في المزاد اداره الاتحاد بقياده عبد الحكيم سرار راح تدخل في متاهات وفي مشاكل كبيره بالفعل ما قاله سي عبد المجيد يعني محق في ذلك انا اقول لك مباراه
من جانب مستوى راح نقول لك نشاهدوا مستوى كبير ان شاء الله من خلال الفريقين، ولو انه اقرب منطق لنتيجه مباراه غد ما فيه لا فائز لا منازب، راح تنتهي بنتيجه التعادل مثل المباراه السابقه مباريات سابقه مباريات لعده خصوصا في هذا الظرف لعده معطيات. انا اقول لك مباراه ستنتهي بالاهداف وتنتهي بالتعادل، ما فيه لا فائز لا منازب لاسباب خارج عن النطاق الرياضي، لاجل عن النطاق الرياضي، ولكن اعتقد الظروف المحيطه بالمباراه ما حدث الاتحاد الجزائر من هزائم لمولودية الجزائر، ذهب عادل العمروش، مشاكل إدارية لكلا الفريقين، دخول في صراعات مع عنصرهم، أنا أعتقد التعادل هو الأقرب لهذا الدربي العصيب. شكرا لك كمال مهدي، يعني حبيت نسمع رأيكم في الجانب التقني، لكن الفقرة الأولى يعني خلاص الوقت، نمر الفاصل الإشهاري مشاهدينا الكرام، ثم نواصل، ابقوا معنا. إذا كان هذا تصريح المدير الرياضي لمولودية الجزائر قاسي السعيد، نحييه في هذه المرة لأنه ما طفش تليفون يعني قبل يواجه ويعطي تحليلات، مع أنه يعني ما ظلمش عادل عمروش وقال لأسباب صحية. أنت يا يحيى يعني قبل ما نسألك كبريزيدان متابع كرة القدم الجزائرية، تعرف حجم الدربي العصيمي وتعرف حجم مولودية الجزائر، لو كنت مكان يعني الرئيس قاسي السعيد كيفاش تتعامل مع هذا الظرف في وقت حساس تجيك استقالة من المدرب؟ ولا بسم الله الرحمن الرحيم، هي قضية مولودية العاصمة من ديبي دو سيزون سينو ما راهمش في هذا زوز مدربين ولا ثلاثة. أولا أنا يظهر لي مولودية الجزائر سي ان بروبليم دو جيستيون، لازم لها أن نوم تري فور، لأن ما في حالات كيما هذه يجيب المدرب اللي تحب ليفريها لو إمام وعطيها واش راح يقدر يدير المدرب. أنا ليبوك صرات لي نفر كيما هكا، كان مع الشيخ كرمالي، خسرنا كوب دالجيري مع لونتونت، عيط لي الشيخ كرمالي قال لي لا سوليسيون، قلت له لوتيل، من هنا من ستاد ديريكت لوتيل، وعندنا ماتش اليكستيريور نلعبوا المانتيان كونتر ليكيب دو ليو سامابي، كان دوزيام ان ديربي، قال لي واش راي، قلت له الشيخ بروبوزي لي نقول لك واش نديرو. قال لي لي ناف تيتولار اللي لعبوا في لافاي دو ماتش انا ما نحبهمش. قلت له انا معاك، انا بعد هذه هي العقليه تاعي. لي ناف جوار درنا ريونيون، لي ناف تيتولار حاني شاد اون برومي ليو غارديان، او سي با دي نيمبورت كيل جوار. قلت له شوف درك نتفاهموا، لي ناف جوار جبتهم للبيرو. كاش اللي سال لي يتفضل. بن مساحل يريد إديرام عكريش، الناس اللي كنا بيجريو عليهم باش يديوهم. روحنا للبيرو قلت له اللي سالي تفضل. يا الشيخ طيح ليكيب، قلت له طيح ما طيحوهاش انتوما. قلت والله لا تكتب عليكم الطياح انتوما. جبت لي زي سبور العشية، درنا لو ريست دو ليكيب افيك لي زي سبور، هزيناهم تروا جور في لوتيل روغروبي. قلت للشيخ كرمالي واذا ما عجبولكش هذو سرح، اللي ما عجبلكش نفض جيب لي جون، انا نطيح نطيح بشرف. دونك اون ابري لا ديسيزيون قداه تكلاسينا، اوراليزما في الريتور دوزيام في لو نومبر دو بوان، اوراليزما كون جينا برومي، كون جينا عندنا شويه لي بوان كنا نديو الشامبيون قبل ليزما. يعني تشوف مشكلة تاع مولودية الجزائر هو مشكلة السير، جيب المدرب شوف جيب المدرب جيب اللي تحب، باسكو هذا لي جوار الشيوخ يعرفوا بيان لي جوار، هذو لي جوار لي جوار تاع مولودية ولا بصفة عامة؟ تو لي جوار اون الجيري هما اللي يسيروا لي كلوب عندو كما لك معاه. انا نوافق سي عبد المجيد يحيى، اليوم لي جوار هما اللي يقرروا مصير اي مدرب في اي فريق. انا نقول لك غدوة ان شاء الله الماتش راح تشوف مولودية ديفيرون كاع تحير، تقول هذه المولودية تاع ديبي سيزون، هذه المولودية اللي خسرت مع لونطون، هذا اللي قالوا قاسي السعيد راح تشوف نيفو، راح تشوف نيفو واحد اخر، عقلية واحد اخرى، رودمو واحد اخر، كيحبوا يلعبوا يلعبوا وكي يحبوا ينحوا المدرب ينحوا المدرب. دوك اليوم قضيه كما قال لك مشكله المولوديه ما راهش منحصره في عادل عمروش، هو يتحمل جزء من المسؤوليه، يتحمل المسؤوليه ايضا في بعض النتائج، ولكن ليس لوحده. انا نتحدث عن طاقم مسير ونتحدث عن لاعبين، يا ناس كاين لاعبين في مولوديه الجزائر مده الصلاحيات تاعهم انتهت، واش يحدث في غرف تغيير الملابس يعودوه للمعارضه. لازم كمال قاسي السعيد يفهم هذا الشيء، هو ادرى ما يحدث في مولوديه الجزائر. اليوم هذا اللي شيف لهم يخرجوا الكلام اللي راه في لي بيستيار، الامور اللي داروا في لي رينيون، واش راهو يصرى في الطياره، واش راهو يصرى خارج لي زوتيل، واش راهو يخرج خارج لي زونترينمون،
سي لي جوار كلكو جوار في المولوديه الجزائر عندهم تعتيف. انا اقول لك بغض النظر انه حتى ميخازني هي فرصه له ايضا, هو كفاءه لابد, هي فرصه له لكي يثبت نفسه كمدرب. كما كانت الفرصه لوط في عمروش في وقتها مدربين اخرين ولكن انا اقول لك شكرا. كمان نولي الشريف حجار, ترك مسؤول على فريق عارضه الفنيه تاع اتحاد الحراش, اكيد يعني طحت في مواقف مماثله. انا حبيت نسقسيك يعني كمدرب, هل المدرب اليوم يستنى لونتوراج تاعو يتسقم وحده ولا هو اللي يصنعه؟ اول حاجه يستنى المدرب وهو المسؤول الاول, لازم يكون كما قال يكون درقاز, لازم يحكم, لان اول المسؤول كما قال خالي لازم يكون الرئيس عنده كما نقول شجاعة, عنده القوة اللي يتحكم في المجموعة. إذا ما لقاش يعني الرئيس اللي عنده شجاعة واللي عنده القوة باش يتحكم في المجموعة, حتى المدرب يلقى صعوبات سواء المسيرين سواء مع اللاعبين. نعطيك مثال يعني في الثورة, هناك رجل واحد قوي ليسير الفريق وهو سي محمد الزرواطي, يعني ان انفور في الثوره, هو اللي ديسيدير, هو اللي يحكم. اسكو عنده هاد المشاكل في الثوره؟ ما كانش. اما في المولوديه, لان قاسي سعيد ماهوش هو المسؤول الاول والرئيس الاول, هو مسير. سي بوسا يعني الصلاحيات تشوف تاع قاسي سعيد موظف ما عندوش يعني بكل احترامي ليه يعني ما نقولوا باللي استما بو ماناجير اوني بودي كي بوكسم, ولكن العام ما عنده ما لا يخاف, ما يخافش قاسي. ما كانش مسؤول اول, يعني الفريق بدون رئيس ما يمشيش. زهير عطينا رايك. شوف انا سمعت الكلام تاع سي حجار, مي كاين اشياء لازمش نخبيوها. اليوم باش المدرب يكون محمي لازم تكون عنده ستادير اون ادمينستراسيون قويه, ويكون عنده بريزيدون قوي اللي يحميه ويمشي معاه, بصح ما لازمش يدخلوا الصلاحيات. فهمت؟ سي سا لو مول كيفو اجوتي. باسكو اليوم انت تجيب مدرب وتحميه, اليوم اي مدرب, شوف احنا نتكلموا على المستوى العالي, اليوم نروحوا لريال مدريد كاين دي جوار اللي انت تقول هذا اللعب امبوسيبل واحد يدنا له, يحكموا المدرب يحطوا دكوتي مي بصح ما تلعبش ما تلعب مي بصح نو مي بصح اللي سانكسيوني مي ما كاش. انت تشوف انت يا بريزيدون تاع ريال يقولوا على ما تلعبوش على ما تدخلوش, لكن في الجزائر وقتاش نوصلوا لهذا المستوى؟ وقتاش لازم الذهنيات تتغير والذهنيات تاع المدربين, باسكو كاين المدرب اللي يخليك تمشي له في الامور تاعو. احنا اليوم باش احنا نعطيو مثال المولوديه الجزائر, المولوديه الجزائر اليوم باش انت تنحي هاد اللاعبين ولا هاد اللاعبين كما قال سي كمال اللي عندهم لي راسي نتاعهم ويديروا مشاكل, اسكو عندك انت فئه شبانيه؟ اسكو عندك انت يا لي ريزيرف يقدروا يديروا لو تكلم عليهم؟ ما كاش. نتحداك تطلع واحد ولا زوج يقدروا يزعزعوا الجوار هذا. سي في اكسبري نعطي دي تي اس تاع المولوديه شحال نتغير من خطر؟ وين راه الاستقرار؟ على بالك لا فورس دون ايكيب سورتو اون ايكيب سي لي ريزيرف, والاهم من هذا لا يعني لا اسمح لي لا سي لي ريزيرف اي لا ستابيليتي, الاستقرار او نيفو دي جون او نيفو دو ستاف تكنيك. اليوم انتيا اليوم راح سي عمروش ما كاش مشكل, اليوم شكون اللي خلفو السلاطني وبصح وراه لا كونتينيتي, وراه الستاف اللي كان من قبل اللي كان هو يعمل. دونك طونك يا هاد لو شانجمون راديكال اللي عمرها ولا تسقم. شكرا زهر, يعني الموضوع هذا لازم له الوقت بزاف, نبقاو في الدربي العاصمي. معليش نبدا معاك الشيخ يحيى, انا نقول لك اضافه, انا عندي اضافه. تفضل باختصار. الحاج منصور الفلسطينيين كي جبتو 94 94 ستاد كامل يعيط على منصور ما نحبوهش, لان ما لي جوار قالوا لي السيبورتر ما نحبوش. على واش؟ على ديسيبلين, على الخدمه, باش يديروا شي يحبوا, باش لي جوار يديروا رايهم. يرقد يخرج جوار من لادوش يخرج جوار دماغه ماهوش شايح يعطيها من 2000 دينار, يخرج بلي بدون حشاكم الاخر يعطيه واش دينا. ضربت قلت لهم يا هو يبقاو دينا به تيت. شكرا شيخ يحيى. نتكلموا شويه على الدربي شريف حجار, يعني الدربي هذا كل هذه التحضيرات لكن قرار ربما جاء متاخر انه الدربي ماهوش راح يتلعب, والاسباب راك تعرفها. هل هذا التاخير ولا هذا التاجيل راح يكون في صالح مولوديه الجزائر اللي مازال ما استقرتش على مدرب؟
ربما يعني في الظروف اللي تمر بها المولودية ربما يكون في صالح المولودية لترتيب الأمور تاعهم لإعادة يعني الروح لروح المجموعة، خاصة يعني كما نقول احنا اللاعبين يسون دو مير بعد مغادرة يعني عادل عمروش، يعني لازم كما نقول يبرهنوا باللي تكون ردة فعل تاع اللاعبين، وخاصة يعني حتى يمتصوا تاني كاني غضب تاع الأنصار تاعهم. حنا ماذا بينا تكون الديربي يكون في ظروف حسنة، يعني كي اتحاد العاصمة كي مولية العاصمة يكونوا في حالة جيدة، لأن احنا اللي مش نستنوا احنا نستنوا الفرجة في الملعب. شكرا لك شريف حجار. انت تقول بالنسبة لمولودية الجزائر ربما راح يكون في صالحهم تأخير، لكن زهر جلو نسقسيك بالنسبة لاتحاد العاصمة كما شفنا في تصريح تعتيري فروجي كان مصر على النقاط التالات، ربما هذا التأجيل راح يكسر يعني الريتم هذاك اللي بناه طيلة الأسبوع. حقيقة راح ما راح يساعد لا اتحاد لا المولودية، لأن اليوم لا موتيفاسيون تاع اللاعبين، لا موتيفاسيون تاع الطاقم الفني، لا موتيفاسيون تاع الجمهور، هي المباراة، هي المباراة الرسمية. دونك احنا نهضروا على الديربي، الديربي اون لوي ميم سي كوا ستين غون فات، عرس كبير، عرس كبير، استادير ولا واحد يقدر يتكهن كما يقول لك لو ريزولتا، سي تا سا فا جوي سي لي بيتي ديتاي، واللي فاز فاز. دونك حنا ما لازمش كرة القدم هذه مباراة نرجعوها كمباراة في حد ذاتها، استادير يجو الناس تتفرج، الناس تفرح، واللاعبين دونك التأجيل تاعها، التأجيل تاعها انا نظن ما راح يساعد ولا واحد ولا واحد. ولهذا انا نقول واش حاب نقول لك، اللاعبين والطاقم الفني صافا تري تري ديفيسيل باش يعاودوا يحضروا بالنسبه لهم. حتى المدربين لما ولا حتى التشكيلتين لما كانوا يحضروا كانوا يستناو باللي في اي لحظه يجي قرار تاجيل. نو في اي لحظه راني معاك، ولكن انت شكون اللي راح يموتيفي اليوم هذا المدرب باش يعاود يدير التحضيرات من دارو جديد، باش تعاود ترفع المعنويات؟ لان لو نشوفوا من الناحيه الذهنيه سي لو بلان مونتال تاع الفريقين، في زوج راهم يمروا بفتره صعبه، الخساره اليوم تاع الاتحاد العاصمه مع بارادو، واليوم اتحاد مولودية الجزائر مع يوفا قسطيف، الفريقين كل واحد حب يفوز بهذه المباراه باش يعاود يرفع المعنويات تاعو وتاع اللاعبين. شكرا زهير. كما قال شريف حجان ان شاء الله نشوفوا الدربي العاصمي في ظروف افضل، الفرجه اليوم يستناو فيها الجمهور الرياضي. مشاهدينا الكرام فاصل شهري قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. عودة مجددة مشاهدينا الكرام من الجزء الثاني من برنامج حكاية بالون، والفقرة اللي تعودتوا عليها ركن المدرجات اللي خصصناه اليوم للحديث على اتحاد الحراش. نتابعوا تصريحات لاعبين ولا حتى المدرب شريف حجار اليوم معنا على هامش مباراة اللي فاز فيها اتحاد الحراش بهدف للصفر امام اتحاد بسكرة، لنتابع. الهزام والتعادل ممنوع في الميدان تاعنا، نقولوا طريقة المقابلة كنا مسيطرين المقابلة، ضيعنا يعني فرصتين او ثلاث فرص يعني شوط اول وشوط ثاني، شاءت يعني نكون قبل في هذه المقابله كان الحظ معنا، يعني الهدف جاء في اللحظات الاخيره. باقي خمس مقابلات نلعبوها بكل يعني بكل شجاعه بكل بطوليه، يعني كل مقابلات اللي عندنا هي عباره عن كاس. نقول باللي حظوظ الفريق تاعنا مثل الحظوظ تاعنا اللي لعبناها في المقابله هذه، ما دام جا الهدف في اللحظات الاخيره اذا الحظوظ تاعنا قائمه حتى لاخر مقابله. فيكتوار ميريتي، يعني اليوم تعبنا بزاف، بالك ربي ما حبش يخيبنا، ما حبش يخلي التعب تاعنا يروح باطل. سيك اليوم انا جوي كيما نقولوا بالحراره اللي حبوا الغاشي تاعنا ماغري ماشاوي كلو، انا موتيفي كيما نقولوا لي جوار با في بعضنا بعض، الحمد لله يعني جات ريزولتا تاع 3 بوين، سيك راح تفتح لنا بزاف بيبان المانتي ان شاء الله، ان شاء الله على ربي، باسكو سي كيما نقولوا الحراش سي ان غون كلوب. تو لي ماتشات راهين كامل راهين يتلعبوا دي كوب، ان شاء الله احنا نديروا اللي علينا وما ناش راح نفقدوا الامل، باسكو الحراش ما حراش ديجا بعد ما يسهل باش يقعد باش يكون هنا في دوزيام ديفيزيون، احنا ان شاء الله نسيو ان شاء الله مش خلوه دوزيام ديفيزيون العام الجاي ربي يعمل لها تاويل، باسكو الحراش ماشي وضعيه تاعو هكا. تصريحات كانت في ميكروفون الزميل محمد امين فغير. شريف حجار، يعني انت تقول حظوظ اتحاد الحراش في البقاء ما زالت قائمه، لكن قلت كلمه التعثر اصبح ممنوع خاصه في ملعب اول نوفمبر. بالفعل يعني في البدايه اودي باش نشكر اللاعبين تاعهم الاداء الرجولي اللي امنوا يعني بالامكانيات تاعهم حتى اخر لحظه، يعني يعطيهم الصحه يعني رغم الظروف اللي عشناها يعني من خاصه الضغوطات. يعني المباراه تاع بسكره هي كان اخر كما نقول لك حظ لنا يعني في
اخر فرصه لنا، يعني ما كانش فرصه لازم ندعش في تاع الحراش، لان حسابي نحل لازم علينا يعني نربحوا كل المقابلات داخل القواعد، زيد يعني بحث النقاط خارج القواعد. اذا يعني كان المقابله تاع بسكرة هي كيما مساله حياه او موت، يعني الفريق كان الساق يعني عاود رجعت الروح الفوز هذا، عاود رجع في المجموعة بالفعل، يعني كان لازم علينا، كان الفوز هذا كان ضروري لنا باش نرجعوا من اجل المنافسه، من اجل البقاء، يعني ما نقولش باللي هذا الثلاث نقاط اللي تسمح لنا باش نزيدوا يعني ننافسوا على اجل البقاء، يعني التعطل خاصه داخل الديار ممنوع. شيخ احكي لنا كيفاش حضرت لهذه المباراه، يعني في ظل ربما الضغط الكبير اللي كان عليك شخصيا وعلى حتى اللاعبين. والله شيء عادي، يعني اول قبل كل شيء يعني هو التعامل مع اللاعبين، يعني كيفاش تعاملوا مع اللاعبين تاعنا، كيفاش يعني لازم ننسوا المقابله اللي انهزمنا بها، ما لازمش يعني يترك كريتيكي اللي جوار، يعني يصير سي لي ماتش اللي فاتوا، دائما يعني نحفزوهم، دائما نكونوا وراءهم، خاصه من المعنويات دائما، خاصه يعني هذه حقيقه، يعني الفريق تاعنا في كل مقابلات سواء اللي ربحناهم ولا خسرناهم كان الاداء كان في المستوى، يعني نقولوا دائما نحوسوا على لا بون سونتي تاع ليكيب تاعنا، دائما نقول باللي الحظ ما كانش معنا، يعني خاصه يعني المباراتين الاخيرتين يعني لازم نفهموهم، يعني ضد القبه حتى اللاعبين عارفين يعني ضد القبه كان الفريق ما كانش، يعني الغيابات بالجمله، ربع اللاعبين اللي ما تاهلوا، زيد يعني الاصابتين تاع لامالي وخرباز، زيد الغياب تاع مدان، يعني كل فريق فراق، وحتى اللاعبين يستعرفوا بالاخطاء تاعهم. في يعني كمال اسمح لي فقط باش نولي الكامل ونعاود نوليو لك، اتحاد الحراش دار اللي عليه، لكن نتائج الجوله البارح كانت في صالح اتحاد الحراش، نتحدث على تعادل تاع رائد القبه ولا حتى نتائج وحده اخرى اللي كلها صبت في صالح اتحاد الحراش. انا اقول لك الى غايه هذه الدقائق لو فريق اتحاد الحراش يحقق البقاء، انا اقول لك فوز اتحاد بسكرة هو احلى واغلى انتصار لاتحاد الحراش لهذا الموسم. نقول لك علاه، لانه اي تعثر امس لاتحاد الحراش بالفعل كانت مباراه الفرصه الاخيره، التعثر امس داخل الديار يعني بنسبه كبيره الفريق غادر الرابطه المحترفه الثانيه، الفريق اللي سجل في التواني الاخيره بمعنى رساله مفادها بانه لن يسقط. انا اقول لك اتحاد الحراش بالفعل فريق يطبق كره جميله، مشكله تكلمنا عن المشاكل الاداريه، تكلمنا مشكله الرابطه ايضا اللي ظلمت الفريق في عديد المناسبات، رفقه اتحاد البوليده ورائد القبه هذه الفرق ايضا ظلمت، زد عدا ذلك شكوك في كل مره، يعني في كل مره تحدثنا على سلبيات الاداره، ولكن ايضا نعطوا شويه حق اداره اتحاد الحراش، ماشي في كل مباراه الفريق راح يبيع المباراه، يعني في كل مره نسمعوا المباراه اتحاد بسكرة عشتوا الضغط هذا سي الشيخ بحجار انه المباراه مخدومه وخلاص، والاداره تفاهمت مع المناجر تاع الحراش اللي تفاهم مع اداره بسكرة، يعني هذه حرب الاشاعات تاثر على الطاقم الفني وتاثر على اللاعبين، يعني لو قدر الله امس اتحاد الحراش تعطل رياضيا، هل نقولوا فريق باع المباراه؟ لا، انا اقول لك لا، فريق يلعب من اجل السقوط، لا يمكن له ان يدخل في هذه المتاهات. انا اعتقد اليوم حدود اتحاد الحراش انتعشت بالفعل من خلال نتائج هذه الجوله ومن خلال المباريات المتبقيه بلغه الحسابات والارقام. اتحاد الحراش مطالب بالفوز بالمباريات المتبقيه بملعب او نوفمبر، ومطالب اربع نقاط فقط، فوز زائد تعادل يحقق البقاء، لكن طيب الماموريه ليست بسهله، ليست بسهله، مشاكل اتحاد الحراش تكلمنا عليها بزاف زهير، لكن نحبوا نعرفوا اليوم اتحاد الحراش واش راهو يستنى فيه، يعني مباراه المقبله امام شلف اللي راهو يلعب من اجل الصعود وعنده يعني مباراه صعبه. شوف انا نعاود نولي الكلام تاع سي كمال، الكلام كاين وين شاطرو كاين وين ما شاطروش، رايي احنا ما نهضروش لغه الخشب، اليوم يتكلم لك على الاشاعات، ولكن الاشاعات في 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 بلادنا كاين وين تكون صح. احنا المشكل تاع كره القدم الجزائريه واش هو؟ هو الفساد الرياضي، نقولوها علنيا الفساد الرياضي. معليش معليش لا 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 كيفاش فريق يلعب السقوط نقولوا لا لا اسمح لي انا نهضر على الكره الجزائريه، مازال ما جبتش كاع الحرب. معليش تفضل لا لا تبع الكلام تاعي، معليش تفضل انا نهضر على الكره الجزائريه، اخي هكذا قلت ما جبت لا الحراج لا والو، راني جايك كمال. معليش اليوم الفساد الرياضي اللي رانا عايشينه اليوم هو اللي خلى اليوم الحراج تلعب على السقوط، وخلى البوليده تلعب على السقوط، وخلى القبه تلعب على السقوط، كاع الفرق هذه الكبيره اللي خلاها اليوم تعاني. وعلاش اليوم هذه الفرق تعاني؟ لان كاين من اشباه المسيرين، من اشباه المدربين، من اشباه اللاعبين يبيعوا ويشروا ويبزنسوا في المباريات، لازم نقولوها. لما نشوفوا التاريخ نولوا موسم او موسمين او ثلاث سنوات وين الفرق حطت، لان كان فيه البزنسه وحنا كنا عايشين هذه الاوضاع. ولهذا انا نقول لك اليوم
احنا اليوم المدرب السي حجار اليوم راه على راس اتحاد الحراش، وماذا بيا الحراش ما طيحش، وماذا بيا القبه ما طيحش، وبليده ماذا بينا ان شاء الله. ولكن اسكو لو بوين دانتيروغاسيون اسكو جوست لو ترافاي تاعو ولينيون تاع اللاعبين والمسيرين راح يخلوا هذا الفريق باش ما يطيحش؟ لان كاين كواليس، حنا نتكلموا لو ما كانش الكواليس نقول لك اليوم الحراش ما طيحش. اليوم تكلمت على اشاعات، والاشاعات انا شفت شريف حجار، يعني السؤال موجه لك، انا شفت يعني في مواقع التواصل الاجتماعي انصار اتحاد الحراش ما يتهموش الاداره ولا المدرب، لكن يقول لك في بعض الاحيان يتكلموا على مباراه رايد القبه بعد اللاعبين اللي يتخاذلوا، يتكلموا على لاعب ابن مدينه القبه هو اللي سهل المهمه. اشاعات سمعناها من عند الانصار. هي الاشاعات فيها يعني الانصار كل واحد كيفاش يعبر من بعد يعني الهزيمه تاع الفريق، ولكن احنا كطاقم فني واللاعبين عندنا الثقه الكامله هنا في اللاعبين تاعنا بدون شك بدون سمو. ولا كان واحد ولا هو مع ضميره مع ربي، ولكن كما قال جلول يعني خاصه الاتحاد الحراش اللي نحس به انا هذا الفريق غير محمي، غير محمي خاصه من الكواليس، خاصه من التحكيم. غير محمي. انا واش طلبت اليوم يحملوش فيك المسؤوليه؟ سبحان الله. اي زعما كلهم غايبين يتخباوا من بعد المدرب هو كيبين. لكن الاهم لما شريف حجار يقول لك انا عندي ثقه في اللاعبين تاعي، وربما هو اسكو لا تكفي، اسكو سافي ما تكفيش، ما تكفيش، ما تكفيش. علاش؟ واش مازال يخص اليوم في اتحاد الحراش؟ راحت نقاط، ست نقاط سي اكوز الاربيتراج. أنا أقول لك أنا في مقرى كنا نربحوا في بوسعدة تروا بينالتي ما كانش وشافوا سموه، ومن بعد قلنا لازم احنا شوفوا لنا هضروا لنا حمونا سموه بوسعدة كيف يعني الاربيتراج. هذا مشكل كل فرق، كل رئيس، كل مدرب نجيبوه لهنا قلنا مشكل تحكيم. حتى دوك يا حيل كان سقسي يقول لك تحكيم. اسمح لي اسمح لي اسمح لي سي تفضل تفضل. أنا كاين احنا نعرفوا ماشي قال ما نعرفش فوتبول ولا ما نعرفش الاربيتراج. كاين الاربيت اللي عنده خطا كيما نقول لك انساني سيدي ايمان يعني مسموح خطا كاين يغلط، ولكن كاين الاربيت من البدايه هو متعمد متعمد. وعلاش متعمد؟ يعني في الكواليس خلاص مش كاش نقول لك باللي تو لي زاربيت ثانيه. وهذه ماشي غريبه، كاين اللي تهضر معاه يقول لك يحير يقول لك كيفاش هو عارف. ما تشوفش باللي هذه الاسباب توقع الانديه اللي ربما ما عندهاش مسؤولين اللي يضربوا عليها مع الرابطه ومع الاتحاديه؟ مسؤولين ما عندهمش دراهم، لازم دراهم دراهم مشكل اموال مشكل رجال بعض الاحيان. نقولوا الحقائق، لازم تشري لي ماتش. اسكو عندك دراهم باش تشري لي ماتش؟ او معنا البريزيدون او معنا الصحفي او معنا المدرب. فريق الحراش راهو يحارب في امور بروغرامي، نقولها يفو دير لا فيريتي. حاجه سميها شكون اللي يحارب؟ اللاعبين والمدرب برك. كيفاش شكون اللي يحارب؟ اللاعبين فقط والمدرب؟ لا لا كلهم يحاربوا اللاعبين المدربين الاداره، لان ما من ديبار دي شامبيونا من لاسومبلي جينيرال اللي تبعت عمل الموسم الماضي والموسم هذا والمشاكل هذه اجازات الحره ومانع مانعها والعايب العايب الحراش وزيد ماهيش محميه. انا شفت لي ماتش اللي شفتهم في التلفزيون، شفتهم حتى في اللقطات، الحراش ما ميريتي با تبرد. واش درك لازم الحراش جو لونس ان ابال الناس اللي حاكمين الاربيتراج، الناس اللي سيروا في لا ليغ بروفيسيونيل، يحميوا هذا الفرق، يحميوهم ويكونوا دي فري زاربيتر، اللي يطيح يطيح واللي يا خويا يطلع يطلع، واللي دي تيتر لهنا سي لا ريسبونسابيليتي دو تو الموند. ما هوش ريسبونسي هذا مسكين واش راح يدير؟ يخدم في التيران، يخدم يروح اسبوع كامل، يروح يجي كان اربيتر تناني ماتش لعبت 120 مينوت، يعني كسر لك كاع واش خدم، كسر لك انا ماتش لعبت 120 دقيقة والاربيتر راهو يرجع درك يا اربيتر سونكسيوناوها موا ولا دو موا ولا يا بري اوريزمون كان عنده ان كونترولور 120 مينوت ويقول كيفاش هذا ولا نروح تنفيستي في لي جوار ولا نقول لك حاجه. منظومه تاع كره القدم فاسده فاسده وكلنا ريسبونسابل، وهذه حاجه ماشي جديده. تفضل نقوله لك ويبقى ان كل فرق استفادت من التحكيم وتضررت من التحكيم. انت هذا العام لي زاربيت كونتر عليك كان دي زاني وكانوا لي زاربيت معك كاع لي كلوب بمعنى اليوم القضيه قضيه تحكيم نعم، ولكن قضيه جوست اداره
وجزء مسؤوليه على بيني في بعض المرات ما يسجلوش فصفص هو على باله بروبليم تاع انفونسون في الحراش ما كاش كاين امور اخرى اللي اثرت لو اتحاد الحراش اللي يمكن يفرق اتحاد الحراش ويسير بشخص واحد يعني كلمه حق لابد نقولها في حق الرجل في حق المناجر الفريق اللي محب تحمل المسؤوليه لوحده والله غير هو شوف غير الحاج كامل واقف وحده بايجابياته بسلبياته يبقى انه وراه واقف مع لاعبين هذه كلمه حق شي تجي مع الجار انا السؤال اللي يطرح وراهم المسيرين الاخرين وراهم اليوم باش اليوم اتحاد الحراش في ميدانه وما يديش حقه سي با نورمال زمان الحراش في ميدانها تلقى 19 مسير تلقى 20 ديريجون في لامانتور زيد ان بوان تريز امبورتون لازم انا ما نخليهاش جوز مرور الكرام كاين بعض الفرق يخدموا دي ماتش وديتريمون دوطر فرق باش يطيحوا واليوم واليوم كل واحد باسكو اليوم هادي ربي واش يقول كما تودين تدان اليوم راه تبيع وتشري غدوه يبيعوا لك ويشوك على دارك دونك اسمع دونك تو الموند كيما قال سي سياحي تو الموند دي كومبليس تو الموند دي كومبليس اليوم كيلعبوا لك على راسك على غير ذاك الحال ما يغدكش الحال لان التاريخ راه واجد وقت سابق ربما التاريخ راه نجبد لك هذا ونجبد لك هذا ويجبد لك هذا يدير لك كتاب سياحي صحيح بارك الله فيك دونك مالاتيك اسمع المنظومه الفاسده استادير لازم تروح ماشي لازم تغير كل شيء وهذه المشاكل ما همش غير في اتحاد الحراش انت تكلمتي شوف اسمح لي تكلم على شيء مهم جدا من قبل قال لك لي جون يا سارتا جوار اللي داروا لي راسي نتاعهم في الكلاب يا سارتا علاه لي ماناجير يا دي جون اللي خلاص دخلوا في المنظومه الفاسده هذه دوكا يخدموا لصالحهم ان طيح هذه ليكيب وعلاه انت ليكيب تاع الحراش شكون يطيحها يطيحوها في دي جون في القهاوي يتهربوا عليك يبيعوا عليك ويديروا عليك ويتبع عليك هو مسكين له بال واللاعبين له بال شكرا لك زهير شريف حجر بقاو لنا زوج دقائق باش نخلوه يختم لنا الموضوع اكيد انا نقولها لك الموسم المقبل احنا تكلمنا على مدرب ماناجر احنا ربما ضد الفكره هذه ولكن اليوم المدرب اللي حاب يتحكم في المجموعه فيما يحدث اليوم عند العمروش وما يحدث عند المدربين الاخرين انا نقول لك اليوم الورقه البيضاء تعطيها للمدرب هو يدبر راسه اللهم قول لا كاين مدرب يتعامل مع لي ماناجر تاعو كما حاجه واحده اخرى تحمي الاداره تحمي رئيس النادي تحمي رئيس النادي البروبليم تاع الحراش باختصار من فضلك باش نسمعوا شريف البروبليم تاع الحراش عليهم لا بريسيون على بال كي تلعب الفوق كي تلعب لا ريليغاسيون سي ديفيسيل دو بريباري ان جروب بور ان ماتش سي لو بلون بسيكولوجيك على هذيك راتي ويديروا شي خوم يعرفوا لا مي الفو تو الموند فو لي ديريجون دابور دريار لي جوار مع المدرب يسيستيوهم انت انا على بالك باللي جوار راهي راتي انا اليوم راتي تصبح التدريب انا ما راتيش التدريب تاع ليكيب تاعي ما رئيس اتحاد الحراش ما يجيش يشوف الحراش ما راتيش التدريب رئيس رائد القبه ما يشوفش لكنك حاضر معنا باش جمهور اتحاد البلاده يتبعك على قناه البلاده رئيس اتحاد البلاده ما عندوش لي زونترينمون رئيس رائد القبه ما عندوش لي زونترينمون ما عندوش لي ماتش رئيس اتحاد الحراش ما عندوش لي زونترينمون ما عندوش لي ماتش بريسكو في اللاش تاعك ما يحضرش على هذيك بارك الله فيك وعلى هذيك راهم يظلموا المدربين بارك الله يظلموا المدربين باسكو هو يلفي با لو كلوب يظلموا المدربين باسكو هما ما يحضروش ما يشوفوش اعطيك الصحه لكن لو كان يولي ها لي سيبورتر في الحقيقه شيخ يحيى يقولوا له المدرب واش يحيى يقولوا روح تروح شكرا لك شيخ يحيى في الاحتراف الحقيقي ما كانش احتراف ماشي لازم يكون رئيس الفريق في ارضيه الميدان تكلمنا على الاحتراف ما كانش احتراف ما كانش معليش شريف حجار نختموا معك هذا الموضوع يعني صحيح كاع واش قلنا حتى التحكيم دليل باللي التحكيم احنا نديروا له اهميه كبيره في حصه تحكيم بالون دائما معنا بشاري ونتكلموا على التحكيم لانه ولا الحلقه الابرز لكن في ظل هذه المشاكل من غير المعقول انت كمدرب ولا تربع يديك واش راهو يستنى فيكم على بالكم المسؤوليه واش قادرين ديروا اليوم باش تنقدوا الفريق هذا وتخلوا الجمهور يعني يستمتع يشوف اتحاد الحراش ضمن حاضره الكبار بون كيما نقول لك مادام احنا قلنا باقي خمس مقابلات عندنا ثقه كامله في اللاعبين خاصه يعني ما عندنا حتى شك في اللاعبين ولو يعني كيما نقول لك اللاعبين عندهم ضغط كبير خاصه مع عندي انا دائما الزكام وراهم ديركسيم ولكن يفهموني صدير كاين علاقه مليحه ما بيني وبين اللاعبين بعض الاحيان تكون الزكا هذيك على لي روطا دي زونترالمون على الخدمه هذيك ولكن كيما نقول لك دائما في اطار الخدمه دونك اللاعبين نقول لحد الان صدي يحوسوا دائما باش يديروا مجهود كبير باش دائما يمدوا الاضافه ولكن دائما نقول باللي ما كاش غير اللاعبين ومدرب خاطر اللاعبين يسموا دائما المدرب وانا اسمع منهم لازم الاضافه هي تاع المسيرين كي يعني بور موتيفي بور انكوراجي دافونتاج هاد ليكيب يدير بروتيجي كمان باسكو دائما لا وين يشوفوا باللي ليكيب صور قصير يحقروه عطيني رساله للانصار من فضلك
شوف الانصار يعني دائما من كل حصه نقولها يعني شوف الانصار دائما واقفين معنا في السراء والضراء. شوف الفريق هذا كما نقول لك سقط العام اللي فات من ناسيونال الى ناسيونال 2 وهذا العام غادي يسقط. يعني حتى الفريق هما اللي يحموا الفريق من حقهم يطمعوا ليهم راهم يحموا الفريق. علاش؟ لان في الظروف اي فريق في الظروف هذه في اي فريق في الظروف يعني يجوا لي سيبورتير في ليزونترامون ما يخلولكش في لي ماتش ما يخلوكش او كونترير سي اللي نشوفوا حنايا يعني رغم الهزايم والهزايم والفريق راه فيك سموه دائما يعني كنا نقول سيبورتير يا عقلاء الى جاوا للتيران يتكلموا مع اللاعبين كما نقول لك بكل احترافيه بكل اخلاق جامي جاوا ديرون جاوا اللاعبين ولا جاوا لهنايا ودائما يعني نلقوهم في المدرجات سواء داخل الديار او خارج الديار اللي بقى حلم. ولكن دائما نقول باللي هذه العقليه تاع السيبورتير هي رساله مشفره لينا حنايا يعني واحد كي يسكت على حقه ويسكت على الفريق تاعو ماهوش قال باللي نسينا الفريق ولكن حنا رساله مشفره لينا للاعبين والمسيرين والمدربين باش نقضوا هذا الفريق. شكرا لك شريف حسان بارك الله فيك. مازالك معنا لكن في مواضيع اخرى مشاهدينا الكرام لكن بعد الفاصل الاشهاري مشاهدينا الكرام يبقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا الى الجزء الاخير من برنامج حكي بالون. الحين نتكلموا ولا نمروا لفقره ضربه حره اللي حين نتكلموا فيها على قسم او رابطه الهواة والمشاكل اللي تحدث في هذه الرابطه اللي راهي بعيده نوعا ما عن الاضواء بدليل اخر قضيه الحافله اللي تم الاعتداء عليها حافله جمعيه الخروب على هامش مبار جمعيه الخروب واتحاد الشاويه. هذا الموضوع يعني باش نتكلموا عليه ربما راك حاضر معنا الشيخ يحيى باش تعاود تولي لنا شويه للوراء وتقول لنا واش صرا في هذه القضيه خاصه انت اعترضت على العقوبه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم هي مقابله كانت مبرمجه باش تمشي يوم السبت كعادي. احنا انتظرنا حضرنا الفريق تاعنا وكنا على ديناميكيه تاع الفريق كان يمشي بروعه في الروتور. درنا 6 فيكتوار كونسيكوتيف اي نيل افون دونك ليكيب المارشي يعني سير دير ولاد. بون حنا بريبارينا المقابله تاعنا عادي كيما هما الفين بريباريو لي رونكونتر. لو فوندرودي ا 20 ا 22 يعيط دي جي اس يقول المقابله راهي مأجله من عند وزاره الداخليه سويت على دوموند جوالي كي نا با بون ما ندخلوش حنا في لي ديتاي. لكن تتفهم اسباب التاجيل الشيخ يعني. هما يقولوا باللي لي سيرفيس سيكوريتي نو بوفي با كوفرير لي دو رونكونتر بين عين فكرون وعين البيضاء اي اون ميم تون وزيد لو فوندرودي لي سيرفيس خدموا مع الاحتجاجات هذوك. اي بون يعني ما نقدرش ندخل في الخدمه يعني هاي. تقبلت التاجيل لانه على بالك واش كاين. ما انا ما تقبلتهاش سي لو بلون سبورتيف. انا حاب نلعب. مي اللي درك يهضر لك الوالي وزير الداخليه يامر باللي المقابله ما تلعبش. هنا واش ذنبي؟ يعني لازم اضافه. بون انا اتصلت بلا ليغ. مالك ما ريبونديش. لو سيكرتير جينيرال ريبوندا يعني باحترام وكلش قال روحوا تلعبوا. اون اريا روسي اي اون فوز دوردون با دو واحد ما عنده حق يروبورتي الماتش بلا حنا. قلت له حنا ماذا بينا. لو لوندومان السبت على 11 رحنا الكابيني شفت كابيني وانا عديت اللوالي شفناهم قال لك ما يتلعبش الماتش. حنا وما نطلبش لي زيكسبليكاسيون من عند الوالي. هو لا لي قال لك العبوا. هي لا لي قال لك العبوا 11 رحنا 11 بون زاد لو شيف كابيني دو لا ولايه دو مباغي الى ابلي لو سكرتير جينيرال دو لا ليغ قال له يا ولدي او عندنا احنا ظروف ما نقدروش نكسبليكيوها لك. احنا راه وزير الداخليه قال المباراه ما تلعبش. فوضنا باللي اون كا وين كشمي هما ادرى افيك لي سيرفيس سيكوريتي راه ريبوندا باللي الماتش ما يتلعبش.
قلنا الوالي احتراما اللي كي مسكين واللي هو اسطنبول والي وراهو عايش مع لا جوناس وعايش معنا يعني. قلت له انا راني نروح للستاد يجيو الخروب اون فافير لي فورماليتي ومن بعد تدافع علينا انت باللي حنا الله غالب سي با دو نوتر فوت اللي ما حضروش لا بوليس. انت تكلمت مع مسؤولين تاع جمعيه الخروب؟ تكلمت مع البريزيدون قلت له هاي الامور هاي الامور. قلت له روح نديروا لي فورماليتي الى لعبونا نلعبوا ونزيدوا نشوفوا لي زوفيسيال. من الناحيه القانونيه ما تجيش لومبيلونس ما تلعبش، ما تجيش سيرفيس دورت ما تلعبش، ما تجيش محافظ المباراه ما تلعبش، كيف هادو كاع يسون باريوني؟ السيرفيس دورت ما كاش، كيفاش تقدر تدير المباراه؟ امبوسيبل. بون احنا قال لك روحوا لعبوا. من ناحيه قانونيه. شوف لا ريسبونسابيليتي انكومب اونتييرمون. هو سمع للرابطه اللي قالت له المباراه تلعب. قال لك تلعب ويلزم ابلي الخروب قال لهم تلعبوا. صح، والسيرفيس دورت ما كاش. مازال ما شفناش وجاو لعندكم. لا مازال ما رحناش للسيرفيس دوردر، احنا ليكيب سو بريزونت كوم دو روتين. بصح وزاره الداخليه هي اللي تحكم في السيرفيس دورت. كما المهدي تتذكر في الاسبوع اللي فات الحصه الماضيه. هذه وزاره الداخليه ولا الوالي ولا يعلموا لا ليغ ماهوش للرئيس. ايزون ايكري. ماهوش انت اللي ديسيدي تلعب ولا لا. ايوا ايزون ايكري لا ليغ لو جودي. La Ligue n'a pas répondu. Ils ont saisi la Ligue amateur. احنا المعلومه اللي عندنا وكمال مهدي يتذكر كان معنا نائب رئيس الرابطه المحترفه هكذا سعودان وش قال؟ قال انه بعد ما صارت هذه الاحداث تم فيه الاتفاق على انه المباريات تبرمج لكن اي والي يقول ما عنديش الامن تلغى المباراه. لكن هنا المشكل يعني لما تقول لي انت اتصلت بالسكرتير جينيرال تاع رابطه قسم الهوات وقال لكم احنا ما قلنا واحد ما قالنا ما تلعبش المباراه وانت ما تقدرش تخالف يعني لما الرابطه تقول تلعب تلعب روح. بون قلت لك احنا لازمنا نروحوا. بون رحنا كوم ديزيل اون اريد مي ليكيب سي بريزونتي راحوا داروا لا في دو ماتش عمروا لا بارتي. كان الامن في السطاد كان الامن على الاكستيريور مي مازال لو ماتش سيرو با لا يجي الامن كي الامن كي لومبيلونس. لقينا لي زوفيسيال ا دو زور انا بريزونتيت لقيت لي زوفيسيال قال لي تلعبوا انا ما يهمني والو انا من بعد كي نخرج ندير هذا شحال كان مازال الوقت باش تبدا المباراه؟ واحد ساعه. ساعه قال لي من بعد انا مازال كي نحب نلعب لو ماتش كنزور اذا ما كانش لا بوليس وما كانش لي بومبي اون ريبارلورا نهضروا كي هما كي لي ديليغي. حنا داروا لي جوار تاعنا لي فورماليتي خرجوا راحوا داروا فيريفيكاسيون تاع ليكيب تاعنا لي زاربيتر. من بعد اون اتوندي ليكيب تاع الخروب يتكلم واحد من لي ديليغي قال لي شت الكار تاع الخروب كي عندنا وزونفيرون دو ستاد وقيسوه الاولاد بالحجر. هذه هي واش سمعنا احنا. بون احنا وسي بقينا ثم في يعني نفهموا كلامك باللي انتوما كاداره اتحاد الشاويه ما يهمكمش واش يصرى الحافله تاع الفريق خارج الملعب هكذا. خارج الملعب من بعد خارج الملعب مازال ما وصلتش. من بعد حنا كي قاعدين عمروا لي فورماليتي سقدنا لي فورماليتي لي زاربيتر بداو يدونوا في لا في دو ماتش باش يديروا واش لا في دو ماتش. سقدنا لا في دو ماتش يجي السكرتار تاع الخروب الى انونس كو ليكيب راهي ضربت وراهم في الكوميساريا. انا نسقسيك شيخ يحيى لو كان انتوما فريق اتحاد الشاويه مشيتوا لكاش ملعب وصرى لكم نفس الاحداث تعرضتوا ربما لتكسير الحافله هل انت كنت تلوم الفريق المضيف ولا لا؟ انا ما نلومش الفريق المضيف نلوم لا بوليس لان علاه لهنا لا ريسبونسابيلتي ان كومبا لا اسكا لا اسكا في الحجز اللي تعرفه الشيخ في الدخله تاع مولبواغي لا بوليس كانوا يستناو فيهم في الحاجز باش يجيبوهم كي وصلوا حبسوهم لا بوليس قالوا لهم ما تدخلوش تقعدوا هنا اون اتوندون تجي لا بريغاد اللي تديكم الاستاد. هما حرقوا الباراج حرقوا الباراج. تاكد من هذه المعلومات بيان سير لي رابور دو بوليس مام هما يعترفوا مام هما يعترفوا باللي حرقوا الباراج. يعني نفهموا المسؤوليه هما يتحملوها هما يتحملوها لانما انت تشيفيت ليسكورت. انا فهمني دروك عاوسي حجاره وسي سي ديزونترينور انت تحب الحمايه ولا ما تحبش؟ لازم
تاع لا بوليس هي اللي ديك الستاد. حنا في واد جلال هذا قانون ماشي قانون. لا في لو ستاد في واد جلال 100 متر. معليش خلينا من الجانب القانوني من باب الانسانيه. انتم عندكم كوميتي سيبورتيور، عندكم انصار، عندكم لما سمعتوا ما كنتوش قادرين تتدخلوا ربما تحميوا الحافله تاع الفريق. خلينا من القانونيه. ما على بالنا في والو، ما سمعتوش سي دي جون في لاري ومام الديليغي كي شافهم. شفنا الصور، شفنا لي فيديو. قال سي دي جون اللي ماهمش معروفين تعمل. انا السؤال اللي محيرني يا بريزيدون تفضل. صح انت تكلمت دوك قلت لي، قلت في الاستاذ وسمعناه لي بلي وزاره الداخليه راسلت الرابطه يوم الخميس والرابطه ما دارت ما دارت اوكي من سقطش مع الامر، من سقط وما بعثت لكمش. دونك هذا هو السؤال المحير. هنا هنا سي لا ريسبونسابيلتي. وزاره الداخليه ما بقاتش تقول لا لا ولا تقول ايه. بون قلت لك بون احنا درنا لي فورمال. جا لو سيكرتير جينيرال الحق إلا ركوني قال الكارا وقاسوهن رانا في الاخر. جابوه بلي سيرفيس سيكوريتي وهضر قال باللي لي سيرفيس سيكوريتي لقيناهم، لقينا لي سيرفيس سيكوريتي وهضر باللي حنا حرقنا الباراج. قال حنا لو شوفير ولو شوفير كي حرق الباراج. ام سمعوه لابوليس ام داروا له بي في. إذن قبل ما نمشيو للعقوبة أعطينا رأيك كامل، يعني مازال ما تكلمتش كاع، مازال ما سمعناكش. أنا نسمع للسي عبد المجيد يعني لأنه هو هكذاك سمعت كاع والسلام. طبعا باش نكونوا منصفين موضوعيين لابد لازم نحق، لازم نرد أيضا ونستمع أيضا لجمعية الخروب، لرئيس جمعية الخروب. أنا تمنيت لو كان في اتصالات في أو حوار، ولماذا الأسبوع المقبل إن شاء الله يكون حاضر معنا. باش للأسف يعني احنا حاولنا باش تعرف باش كل واحد نطلب احنا حاولنا نتصلوا بهم لكن لأنه شكيت في ما قاله السيد عبد المجيد يحيى. عندما تخرج عن المستطيل الأخضر المسؤولية لا يتحملها فريق الاتحاد الشوي حتى نكون منصفين. كمل فقط قبل ما تكمل باش انت تقول معلش. حبيت لو كان عندنا الرد من أكيد. جمعيه الخروب هو ما اتصلنا بهم يعني باش تعرف اتصلنا بهم وقال لك افضل رد هو الصمت. هذه المعلومه باش تكون عندك. انا باش نكونوا موضوعيين، ما رانا مع الاتحاد الشوي ما رانا مع جمعيه الخروب، رانا ملحق لازم يكون اعلام نزيه وانزال اعلام موضوعي. كل طرف نعطوا حقه، تكلم سبع دقائق نعطوا لجمعيه الخروب يتكلموا سبع دقائق حتى نكون منصفين. انا اقول لك لما تخرج على المستطيل الاخضر المسؤوليه ليست مسؤوليه الفريق، لكن لما يتكلم كمال مهدي ليس الاعلامي، كمال مهدي المناصر والمواطن واللي يعرف كره القدم واللي يتبع. انا نقول لك ربما الاتحاد الشوي عنده يد فيها، يبعث بعض المجموعه قرروا يطيروا عليهم بالحجر والاخر، ربما هذا افتراض نديره انا كمناصر وليس كاعلامي. اسمع شيخ يحيى سؤال يطرحه لك سي عبد المجيد يحيى، هل الاتحاد الشوي ما زال يلعب على الصعود؟ هذا السؤال الذي يطرح حتى جمعيه الخروف فريق ايضا يلعب ايضا من اجل لعب ورقه الصعود رفقه الله اعلم الاتحاد خجله وكان فريق اخر وفريق كاب شباب هادو فرضيات لازم انا كاعلامي نديرها. هل ما بين اتحاد الشوي وجمعيه الخروف في الموسم الماضي كان اعتداء؟ هل اعتدوا عليكم في مباراه الذهاب؟ هل الامور كانت تمشي بامور عاديه؟ عاديه. هذه الاسئله التي نطرحها. لكن السؤال الذي يطرح، هل جمعيه الخروف ما قام به كان مفبرك؟ ربما هي حجره ولا زوج وما زادوا كبروها ربما، هذه ايضا فرضيات. شفنا لي فيديو شفنا الصور. هي فرضيات. لكن السؤال الذي يطرح، تدخل وزاره الداخليه وتقول لك المباراة تؤجل وقسم الهواد بقيادة السيد علي مالك ويقول لك اتصل به سي عبد المجيد يحيى وما ردش عليه عميد رؤساء النوادي وما يردش على عبد المجيد يحيى، فما بالك برئيس نادي حديث النشأة. أنا هذا سؤال محير نقول لعلي مالك هنا تهرب من المسؤولية. هنا في الأمر إنا وأخواتها، هنا نعرفوا بالأقسام السفلى في فرق يتم تحديدها في بداية الموسم شكون غيصعد. قولوا لنا سيدي في الشرق شنو غيصعد وفي الوسط شنو غيصعد وفي الغرب شنو غيصعد وقولوا لهم ما تلعبوش ما تلعبوش روحوا بزنزو ورجعوا احنا با بروغرامي. هكذا انا اعتقد هذا الرئيس سيد عبد المجيد يحيى ولا نزكي على الله احدا واتحاد شويه كفريق فاز ببطوله وشويه كمنطقه يلا زين نوسعها لك. انا نقول لك فريق مستهدف وخصوصا هذا رئيس النادي كان مستهدف من الاتحاديه السابقه ومستهدف حتى المسؤولين الحاليين حتى من هذه الاتحاديه اللي تجي تعطي حق الاعتبار لهذا الرجل الذي انا مع محمد روروا وربما الرجل الوحيد الذي كان يواجه مع محمد روروا وجه لوجه. لكن اليوم للاسف دار لقمان بقيت على حالها. انا اعتقد اليوم ما حدث من غياب طهر المسؤوليات تحمل مسؤوليته هي الرابطه قسم الهواد بقياده السيد علي مالك وقرر تلعب مباراه دون جمهور في امبواك. انا اقول لك سيبدو حدين هنا يا اما جمعيه الخروب راح يعاني الامر حتى جمعيه الخروب سمعت تصريحات يقولوا انهم ماشي يلعبوا في امبواك لان حياتهم معرض للخطر. وانا اقول لك ربما حياتهم راح تكون معرضه للخطر وزيد مباراه دون جمهور هنا مناصر اتحاد شاويه راح يحصل روحهم مظلوم
واش يا ناس؟ منطقة ما فيها لا تنمية، ما فيها لا سور كوميرشال، ما فيها بيسين، ما فيها والو، زيدوا تحرموهم من مشاهدة المباراة. نزيدوا نسمعوا لك شيخ يحيى. أنت أنا ما قبلتش العقوبة شيخ يحيى. شوف الأربيتر واش تكلم لي على العقوبة. اسمح لي اسمح لي. تفضل. مام الأربيتر جو فو سينيال باسكو كاين ناس يقول لك لو بيس ايتي تاباسي في البارك دو ستاد. جمال قابل الباب مغلوق ولا شوف الاربيتر احنا الصور شفناهم خارج الملعب. اسمح لي جو فو سينيال لاريفي دو ليكيب فيزيتوز اي اس كا او بروكسيميتي. اسمح لي وشنو الوثيقه هذه باش نعرفوا فقط الجمهور يعرف. في دو ماتش تفضل. او بروكسيميتي دو ستاد سون فولوار بينيتري كونستاتي بار لو ديليغي فرطاس. ما قالش انا شت، قال لو ديليغي جيت كي جا داخل الستاد افي لو بيس طبصوه دي جون. تا لي جون هادو تاع من؟ حكموهم لي جون هادو سي ما يحكموهمش تاع من؟ وكانت اصابات خطيره. ما كان لا خطيره لا والو. كاين بعض الاصابات. اوفا كاين سيدي ياك تعرف واحد كيتكسروا لي كارو الشيخ جلو لو عرف كي في مصر. في مصر عاش الشيخ جلو يعني ما يسالش عليها. هاد لا فابريكاسيون كل جيت لعب مباراه تاع شيف. علاش؟ بون هما الخروب باش يقولوا. انا علاش نقول لك لا ديسيزيون دو لي اربيتر ان انا ما نتحملش مسؤوليه تاع لا كوفرتير دو ليكيب تاع خروب. يتحملوها لا ليغ اللي حتمتنا انا نلعب لي سيرفيس سيكوريتي اللي قالوا لهم استناو وحرقوا البراج. تاع علاه تحرق البراج؟ تا تدي ولادك يموتوا. ما نحبش نقط والله ما نحب نقول تحرق البراج. حرق البراج هذا هو كي الفوس بوزي. معليش حنا حبينا كون هما دافعوا على راحهم. جوستومون زهير اسمح لي هما واش يقولوا باسكو انا كنت صباح في لا كوميسيون يقول لك باللي حنا خفنا يخليونا هنا ونخسروا ما داروش ثقه في لا بوليس دو لالجيري. يتسمى ما داروش ثقه في الدرابو ما يديوناش للستاد ويروحوا لنا الماتش فورفي. الور كو لو كوميسار ايتي اون كونتاكت الى ابلي لا بريغاد اللي راح تجي تجيبهم. لا بريغاد اللي راح تجي تجيبهم ولا تجري عليهم تفتش عليهم وهما هاربين داخلين لا فيل. دخلوا لا فيل وهبطوا على الستاد وراحوا ريح. لكن كانت سياره تاع الشرطه وحده تجري وراهم. هذيك تجري وراهم باش تخرجهم وهما جايين توا رايح. الى ما يقوله سيد عبد المجيد يحيى كلام خطير. لا هذا التقرير صح انه ما يتيقوش في الامن الوطني. يا ناس تحيه تقدير الامن الوطني. احنا لا كان ما دابينا الكلام ما تخش انت في دوله. هذه دوله امن وطني. امن وطني مثل دوله. امن وطني يامن الممتلكات ويامن الاشخاص. يا ناس لو كان ماهوش موجودين اليوم عناصر الامن الوطني في الملاعب الكرويه كان يكون حد ثم جزر او سيد جريب حجر يحكي لك. معليش هم يحكيونا حتى الزهير. اسمح لي حبيت فقط نربطها مع الزهير جلول. عنده تجربه سابقه لو كان كنت باش نعرفوا. قلنا جمعيه الخروب ما مش هنا باش يدافعوا على روحهم لكن لما فريق يجي يلعب ويتكسر الحافله لو كان ضرب جمعيه الخروب كان مدرب تاع الخروب لو كان الرابطه ولا لجنه العقوبات ما تحركتش وما دارتش العقوبه اللي انت ما قبلتهاش ياحي لو كان اليوم انا اللي تكلموا في هذا البلاطو قلنا الاتحاديه ما تتصرف كان قلنا لجنه الانضباط ما تتصرف. واش رايك زهير جلو؟ شوف انا بكل صراحه واش سمعت سيدي السياحي يتكلم و الى اكسبيكي تو. شفت ما انا شفت لي ستادي لا فيديو تاع لو بيس. حنا كنا قادرين نتفادى كل هذا الشيء والقانون واضح. القانون واضح اليوم عندما وزاره الداخليه تراسل الرابطه والوالي يتكلم مع رئيس ما بقاش. اسمح لي انا ليا ما نلعبش بالاولاد الناس ما نحرق الباراج ما انا سي سي كونفيرمي بعثوا لي بريه. دونك انت اليوم وزاره الداخليه تقول لك ما تلعبش والوالد ما تلعبش والرابطه تقول لك تلعب. دونك المشكله وهنا ما راهوش في الفرق. فهمت المشكل وراه؟ دونك كيما تكاش كورديناسيون مع انا لان شوف كل حاجه عندها قيمتها وكل حاجه عندها الشان تاعها. اليوم وزاره الداخليه تقول لك ستوب سي ستوب بوان على لي. لكن اليوم يحي شفنا في تصريحات سابقه انت ربما من تصريحات فهمنا بلي راك تشكك في مصداقيه رابطه الهوات برئاسه علي مالك. شوف انا علاش ومن بعد نوري لك لابريف باللي فيها ان احنا درك يقول لك علاه ما تسلطش العقوبات. انت تغامر تروح تهز ولاد دي جان تروح تغامر بهم ما على بالك شكون يتلقاك. علاش انا حبيت تعرف هل انت تشكك في مصداقيه الرابطه؟ الرابطه ولا عندك ثقه فيها؟ اسمح لي نهار الحد كي عيطت الرابطه
واش قالوا لي؟ عيط ليوسف هذا السكرتير، قلت له واش سي يوسف؟ نبعثوا لك لي دوكيمون لو رابور تاعنا تستيرا تستيرا. قال لي درك نشوفوا نديروا لكم ماتشار وجوي. كي دير لي ماتشار وجوي يا سي يوسف؟ علاه تخلينا نوصلوا بالكش عينين تاعنا ساهم تفلقوا، وبالكش الناس ساهم ماتوا، وبالكش وبالكش وبالكش، كان الكار هذاك كي عدى ربي لا دهم الاولاد. لو كار ايماجين ضربوه بالحجر، واش تستنى لا بانيك تاع ان شوفير دو بيس. لكن انت حبيت لو كان علي مالك هو اللي يكلمك هكذا. كي يكلمني نقول له هاو الوالي وبهلول هضر معاه الوالي. مازال ما كلمكش سي علي مالك. ما كانش ما كلمش، وحتى غدوه كلمته ما كان حسب رايك راه يتهرب ولا كلمه بهلول ما ريبونداش، كلمه قوتي ما ريبونداش. علاش عليك الوالي هضر حتى مع علي، هضر مع بهلول، هضر مع قوتي، قال لهم يا ولدي او سيت اون ديسيزيون دو لانتيريور سي بون. لكن علي مالك علاش يتهرب؟ انا حبيت نعرف. انا طرح سؤال كامل تفضل. جو في انفيرسي لي رول. صحيت اليوم مباراة اتحاد العاصمة مولد الجزائر. صحيت. وزارة الداخلية يقول لك تأجل المباراة، تلعب ولا ما تلعبش؟ ما تلعبش. وعلاش غادي تلعب؟ وعلى حنا؟ دونك لا ليغ، لا ليغ هنا ناسيونال يقول لهم لعبوا. فلسفة الشيخ يحيى مجزفة بصح. هذا خلينا وليد باش نكونوا منصفين. معليش. حتى في الجهة المقابلة كاين نص تاع جمهور جمعية الخروب اللي نحترموه، كاين أيضا فريق عريق. نعطوا كل واحد حقه إن شاء الله. حنا تمنينا باش يعرف جمهور جمعية الخروب، تمنينا المسيرين تاعهم يكونوا حاضرين معنا بلاطو، ولما لا وجها لوجه، ونديروا حتى الصلح مثل ما درنا في العديد في العدد السابقه. ولكن لازم يعرفوا باللي المسيرين تاعهم رفضوا الكلام. يعني دوك حنا رانا سمعنا من طرف واحد، ما سمعناش من طرفين، وحنا كاعلام لابد ان نستمع لطرفين. لكن هذا لا يمنع ان نقول ان مسؤوليه اعتداء الحافله او الفريق خارج المستطيل الاخضر القضيه المسؤوليه هذا من جهه كمال. وانت في وقت سابق هنا في هذه الحصه قلت باللي راك تشوف اتحاد الشاويه مظلوم، هل تشوف انت الشيخ يحيى باللي الفريق تاعكم راهو مستهدف ولماذا؟ شو مستهدف؟ انا قلت لك شوف احنا وني طرف منه وعلاش؟ احنا وني با بروغرامي باش ناكسيدي. هي واحد باش قبل ديبي دو سيزون لازم تروح تجيب التيكي باش تسجل روحك لاكسيسيون. سي دي نيغوسياسيون. انا نعطيك حاجه. شكون اللي صادو هذا العام؟ معليش زيد فاهمنا اكثر، زيد فاهمنا اكثر. انا نعطيك حاجه وسي حجار وخالي جلول راهم يعرفوا. انا كي شفت لا ريونيون دو فان دو سيكل الي، في مليح ريونيون دو فان دو سيكل بيلون دو لالي دار في الخروب، فهمت باللي بروغرام هو الخروب. علاه انت من الويله من الجزائر كل شفتي الخروب؟ دير في قسنطينه سي لا كابيتال دو لاست، تحب ولا تكره. دير في باتنا وين كاين دي كلوب داريال. بون حنا رحنا وصنفو. حاجه اخرى اللي دوخو لانفراكسيون توتال. وانا كي عيطت من بعد لا ديسيزيون علي ما ريبون با سوجور. كي جاتنا لا ديسيزيون تاع لو ماتش اروجوي كلمت سي يوسف. تو سي يوسف وجانا القرار. راكم والله لا تحشموا. وراه واش درت واش درت واش درت. هي قال لي، قلت له المهم اعطيتونا ماتش او يكلو. قال لي هي مازال ما شفتش لا ديسيزيون. قلت له معليش نلعبوا السمانه هذه مع قيس. قال لي تلعبوا مع قيس؟ تخطف. قال لي، قلت له هي ها. قال لي صاي صاي. علاش دبر؟ علاش من بعد نحكي لك. قال لي معليش معليش. لا جورني الجمهور يعرف. اسمح لي، لا جورني دو سامدي هذا كنا راح نلعبوا مع قيس. دونك سي اون ماتش او يكلو يروح مع قيس. شفت كيفاش دخلوك قيس؟ ياهي نلعبوا مع قيس، يتسمع مع قيس نلعبوا الويكلو مع قيس. ايميدياتمون انا رابري عيط لي السكرتير قال لي من حاول جورني خلاص اجلت. اجلت ما عندي معلومه. تاجلت والبروشان ماتش سورا كونتر الخروب. شوف القرار نعطيها لك انا واش 40 سنه بريزيدون دو كلوب. جامي في حياتي اون سانكسيون ان كلوب دان ويكلو ونقولوا له الويكلو مع من. اول خطره في السابقه هاي هنا يديروا ماتش ا ويكلو هاي ا 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
كون بلقش عندنا ربع مقابلات قبل لازم شيخ يحيى في كلمه واحده تشوف بلي الرابطه يتخدم مصالح جمعيه الخروب ولماذا؟ بين سير علاش بصح؟ انت كيفاش حنا شنو المصلحه عندها؟ كيفاش واش علاقه الرابطه مع جمعيه الخروب؟ شنو ما يطلعوش؟ عندهم علاقات انت حنا كيفاش هبطونا؟ كيفاش؟ ماتش اخي شافوه العالم الكل شافوه الخروب والفكرون كيفاش هبطونا؟ صح الحجاج ما تشوفش غير الحجاج الحجاج اللي يديروا 10 حجات في العام هاهم هما اللي هبطونا دونك سي لا كومبين تبقى لا كومبين الناس اللي عندهم نفوذ الشيوخه يعرفوا عندهم نفوذ في لا ليغ عندهم في لافاف عندهم يبقاو للاسف سمحوا لي خلاص وقت خلاص وقت هذه الفقره 10 ثواني شوف او ماتش باش تقرا يعني التغيير والتغيير معليش يزيد 10 ثواني من غير كلش اليوم الرابطات رؤساء الرابطات 25 سنه ديناصور انا سميت لهم ديناصورات ديناصور في رابطه ولائيه يقعد 25 33 سنه واش من التطوير منظومه كرويه 10 وحدات واش من التطوير واش من التطوير زاهر جلول واش من التطوير زيشن بحجار هما اللي ديسيدي شكون يهبط ويديسيدي شكون يطلع هادو ما يتغيروش كنا نلومو راه وراه ولا من رؤساء الانديه كمال شكرا لك انت مازالك معنا شريف حجار معليش نسمعوا اعطينا على بالي ما عندكش علاقه لكن اعطينا رايك صغير هكذا يا قبل ما تغادرنا على على هاد الاحداث مشاكل بصفه عامه وشي صرا خاصه في الهوا تعرف انت قسم نتكلم على على ام البواكي مع الخروب لان سبق لي واش ديك المنطقه من عين فكرون ام البواكي الخروب عين مليله بغض يعني جانب يعني الرياضي احنا جانب انساني يعني شفت الفيديو هذيك سموه واش كاع الناس تاع تاع مثل الشاويه مثل الشاويه كانوا بعض الافراد لا انا شفت انا الفيديو كانوا بعض الافراد يقايسوا بالحجر وكان بعض الناس كبار اللي كانوا ينهوا دونك ما لازمش هذا الحادث نكبروه ويوتر العلاقات ما بين جارين يعني جيران ما بين الخروب والبواقي ولا ما بين يعني المسيرين الرؤساء ما بين خالي ياحي والرئيس تاع الخروب هي الا مقابله تاع كره القدم ما لازمش نعموا كاع الناس يعني كاع كيف كيف لابد كاين الناس يعني الناس الخير في كل منطقه سواء في الخروب ولا في الام البواقي ولازم خاصة نهضر من الجانب الإنساني، لازم تكون هذيك علاقات مليحة، أما من الجانب الرياضي يعني دائما نقول المفروض دائما الأمن، يعني ما نعرفوش يعني خاصة المقابلة كانت مهمة جدا، ربما كانت يعني الحساسية ما بيناتهم. يا خويا إن شاء الله ما نزيدوش نسمعوا هذه المشاكل، البرنامج تاعنا نقعدوا نحكيوا غير على البالون. شريف حجار راك مشكور يعني اللي حضرت وشرفتنا اليوم بحضورك، نتمناو لك التوفيق على رأس اتحاد الحراش، ونتمناو أنه فريق اتحاد الحراش يبقى، مازالك معنا، لكن مشاهدي الكرام بعد الفاصل نمروا لفقرة صفر مليح. ما زلنا معكم جمهورنا الكريم ومع فقرة صفر مليح، مرحبا بك بشاري. مساء الخير سي وليد، سي جلول، سي كمال الأنيق دائما. زهير يرحم والديك عاود له واش قلت له؟ نو نو أنا راح نقولها أنايا، نو راح نقولها. لا لا ملاحظة أنا نديرها. دائما يقول لك صفر مليح، جامي شفنا أو موا لا كولور تاع الصفارة. ألوغ بور فو دير برك لو سيفلي كونتر انديكيف دون أن إسباس كلو. باسكو لي كارطون على ما تجيبهمش معاك يتقب لي تيمبون تاع الانسان تالمون لي سريت لي كارطون لي كارطون لهنا عندهم مكانتهم عندهم بلاصتهم هنا الناس كبرى بري بيان دون ان تيران فوتبول ها سي بريزيدون معايا شوف ما يستاهلش كمال مهدي هكذا كارطون جون على الاقل جامي سون اليغونس والانيق الانيق واش هنا ممكن كنا نربيتري وكاين دي جوار معليش كون تعطيها لي الحمراء نقبل جامي دافي بريزيدون سان في بليزير توجور دو فوفوار هذا شرف ليا كي نشوفك اليوم راح نتكلموا لاول مره في تاريخ كره القدم الافريقيه وهناك طاقم تحكيمي من النساء سيدير بطوله افريقيه للرجال لاقل من 17 سنه سي اون بروميير اون افريك هذا شيء جيد التشجيع وان شاء الله يكون لهم مردود في مع العلم اللي في هذه الدوره اللي اقل من 17 سنه في تنزانيا هناك حكم جزائري سيد بوخلفه اللي ان شاء الله يكون من المجموعه ويدير دوره معليش التجربه اللي كانت تطبق في الجزائر نورمال تمشي مع الجمهور تاعنا يتقبل هذا شوف باش احنا اوني با اونكور بري دابور الثقافه تاعنا مازال ما تقبلناش هذا الشيء اوني بري كونت اون بريبار كاع الوسائل وكاع لا مونتاليتي تاع الناس شوف لا بات تري بيان لا بات اكزيست كاين حكام جزائريات ممتازات من النوع العالي
مي لونفيرونمون اكتويل لازم نساندوهم ولازم نوقفوا معاهم. هذا الشيء غير موجود حاليا. مروا التحكيم الجزائري هذا اللي يهمنا اكثر. لا 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 ماشي تحكيم جزائري، كل شيء راه دركا تكنيك. المقابله الذي ستلعب بين الفريق الوطني وفريق الغامبي الدور الاخير من البطوله التصفيات راح يحكمها الحكم اليوم من الكاميرون من بين احسن الحكام في افريقيا. فهذا الدوره يعني في البطوله في الدور القادم من بين الفرق معناتها شباب الإفريقية اي لا وجود لاي حكم جزائري في هذا الدوره. واش تعلق عليه انت هذا الغياب تاع السفير الجزائري؟ لو مونك دو كونفيونس اللي اكتسبته لاكاف في الحكام الجزائريين. لازم نعاودوا الحكام الجزائريين وخاصه لا كوميسيون داربيتراج تعاود تكتسب ثقه الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم باش تعاود ترجع، باسكو الحكام الجزائريين راهم ضعاف ضعاف بمسؤوليهم اللي لازم يلعبوا دور كبير باش يعاودوا يرجعوا الحكام الجزائريين في القاطره باش يمشوا لقدام. هذا شيء ما يساندش التحكيم الجزائري. يدير طاقم تحكيم. واش جبت لنا يعني؟ تفضل تفضل. الزمالك مع نصر حسن داي، الحكم من السنغال هو اللي راح يدير المقابله رباعي التحكيم. وشيء عندنا مؤسف جدا، ضيع التحكيم الجزائري اخ اب لاند ميور انستركتور الجيري السيد بن سعيد معمر رحمه الله ربي يرحمه. البارح برك مات وفاتوا. انا يعني. بور موا سي مون بير سي مون غون فرير سي قال الاشياء الجميله اللي موجوده في هذا التحكيم الجزائري. ضيع انسان سي فري لاش تاعو افونسي، مي ضيعنا اب اللي كان يساندنا كان يوقف معنا في لا ريجيونال كان يعاوننا كاب ينصحنا. سي سون برودوي حنايا الحكام راني نتكلم كاع الحكام تاع لا ريجيون سونتر وكاين تاع كاع الجزائر معناتها. بصح حنا كخصوصا كان عندنا علاقه طيبه معاه. سي ان كرون مسيو كو لاربيتراج الجيريان بيردو ربي يرحمه ان شاء الله. شكرا لك بشاري. عندك اضافه ولا شكون يحب يسقسيه ولا نمروا لسون كومبلكس؟ سي فوزافي انتم عندكم اسئله عليا يا اشاره المقابله اللي جرات البارح بين شباب قسنطينه ومولوديه وهران. تحكيم من اروع ما يكون. اروع ما يكون. ما كانش لقطات تحكيميه. ما كانش لقطات تحكيميه. اون تخي بيل ليكتور دو جو، اون تخي بيل ليكتور دو بوت سامبل لامبيد. التحكيم جيد، لياقه بدنيه، بريزونس، اون تخي بيل ليكتور دو جو. افيليسيتي مسيو بيكوسا لطفي. شكرا لك. اذا نمروا لفقره سون كومبلكس اللي نخصوها اليوم الضيف تاعنا الشيخ يحيى. اول حاجه ربما راح نسقسيك خارج على كره القدم، يعني الكل خالي خالي، وشنو التسميه هذه؟ منين جات؟ السر ديالها. بون حنا انا ساعات ديجون عيط لهم انا خالي. بون هادو الناس كل من الغرب للشرق اللي عيطوا لي خالي بار ريسبي دو ريسبي شتيوني تربجوا بيا. واحد يقول لك انت خالي خمه كسمه بخال ما كانش كثر. ما كانش كثر من هذه. اي والحمد لله انا مع الناس كل سوي تري بيان سوي الحمد لله. لا نحبوا نعاونوا الناس نحب. طيب شيخ يحيى مازالني دائما معاك، لما تكلمنا منذ قليل تحكيم او معك بشاري، عندك ربما حديث ولا تذكر عليه كان حاكم الكاش مباراه بقات في الدهن ديالك؟ نو اولا سي بشاري حاكم معروف، ماهوش غير دارنا مقابله هذه اللي نحكي لك عليها. ان نوزا اربيتري بوكو دو ماتش اي نو لافون جامي كونتيستي ولا جامي رفضناه ولا شكينا في الاربيتراج تاعو. وفي ان ماتش تريز امبورتون ان ديربي معي في كرون نلقى خالي بيتر. كنت فرح ديجا، انما الامور الاخرى كل نحيها من بالك. ما كانش مشاكل. ما كانش لا لا لعب نحي الخبال كل باللي راح التربيتر واش 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 تسوى تدي ستدير سي لا فيريتي سي لو تيران ما يقول منصور ما فيها امي رحميني. دونك من هذه الجهه تهنيت. بون رحنا للماتش طاق طاق مركاونا كش اللي يهضر معاه وتتفضلوا او كان جوار ما قاسوا ما هضروا معاه. دوزيام ميتون قلبنا لو ماتش دو ان لي دو بريزيدون رحنا سلمنا عليه وشكرناه. هذو هما لي زربيت اللي كنا نحبوهم ونحبوهم ديما. وانا نقول لك سنه بعد سنه انا اربيتري لان اربيتر ايماجين انت اربيتري مع الفكرون بينا وبين الفكرون سوا ديزون الناس هما اللي هبطونا كاين مشكل كبير. مي ديربي
وفيها حسيفه قديمه والله ما صرا شيء. يبقى السؤال الاخر حبي اسالك ربما كمال مهدي عنده سؤال لك. انا السؤال حبي نطرحه لك سي عبد المجيد يحيى، هل اتحاد الشاوي اللي دا البطوله ولدا سوبر كوب، هل هذاك الفريق ولعب كاس افريقيا الانديه البطله، هل هذاك الفريق نحن عاودوا نشوفوه؟ ان شاء الله اذا خلاونا واذا كان عاونونا. لان ماذا كان نقول لك حاجه، الناس يقول لك اتحاد الشاوي عندهم سوارد عندهم كذا، انا دوزون عطاو لي 2 مليار. واش دير 2 مليار؟ راك تصرف من اموالك الخاصه. بيان سور، وحبابي ولصق منا منا وتعاود تفوت لاصيصه. يعني كاين ناس واقفه مع اتحاد الشاوي. لا لا عييت نبكي انا، الله غالب كش ما ينوب عليا ربي في المستقبل. ان شاء الله. احنا كما قال لك ليكيب كي رومبورتي الشامبيونا، سيتي ليكيب لا بليز استيمي اون الجيري، شتي واحد التيتر هذاك الناس الكل شتيوه. شكرا بارك الله فيك خالي، كلمه اخيره. والله الشيء اللي نتمناه انهم ما نعاودوش نتلقاو على مشاكل. على مشاكل، نتلقاو بور لو ديفلوبمون دي فوتبول. هذه لي ليغ، انا جو مادرس و 48 ليغ بليس انا في ريجيون بليس لو دي ليغ. هل نهار داروين بروبوزيسيون البريزيدون دو فيدراسيون بور لو بيرفيكسيونمون دي فوتبول بور لي زانومالي اللي في ريغلومون، راهم يجيريو يجي دير التليفون الاخر الاخر اينون جامي اكري. وداير انا لا ريونيون هذه تاع بيلون مورالي فينونسيال الاخر، ما رحيت ما جيتهمش، نجي باش ناكل ونروح ونسرفق ونروح. بارك الله فيك الشيخ يحيى على الحضور، شكرا لك كامل المادي. عندك اهداء كالعاده مسير سابق لشباب بلوزداد سي بلعيد حشيشي اللي قفل 78 سنه، نقول له كل عام وانت بالف خير. بلعيد حشيشي اللي يعرفوه كاع الناس تاع اللي يعرفوه، بارك الله في ستانكروم ميسيون، نقول عمي بالعيد، نقول له ربي يطولك في عمرك ان شاء الله، كل عام وانت بالف خير وسي ربي ثاني بخير ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى توفيق كاع الانديه الجزائريه. زهير جلول شكرا لك، شيخ بيشاري شكرا لك، مشاهدينا الكرام ان شاء الله كنا خفاف عليكم، متابعه طيبه لبقيه البرامج على قناه البلاد، في امان الله.